تحية طيبة أصدقائي، وحلقة جديدة مع الصديق أحمد الفارابي. اتفقنا على أن نتحدث عن قضايا مهمة، سلسلة حلقات حول قضايا وأسئلة بحاجة إلى أجوبة، خاصة نحن المجتمعات في طور النشوء، ما زلنا في طور الخروج من حاضنة التاريخ، وما زلنا نعاني من الانخراط في العالم الذي ابتكر الكثير، وما زلنا نحاول أن نشارك بما نستطيع فيه، ولكننا نعاني كثيرا الآن ومنذ قرون تقريبا من الكثير من الإشكالات والتصادمات مع الآخر بسبب تراثنا، بسبب ثقافتنا الخاصة، بسبب ما ندعيه من خصوصية لنا، سواء على المستوى الثقافي أو الديني أو الشعوبي أو الاجتماعي. رأينا أنا والصديق أحمد أن من من الجيد أن نخوض حوارا حول موضوع العلمانية تحديدا، وأيضا مواضيع أخرى. موضوع العلمانية كما نعرف بأنه موضوع هو شائك وفيه تعقيدات كثيرة، وهو سؤال مطروح على علينا جميعا، بغض النظر عن التعصبات، بغض النظر عن رأينا سلبا أو إيجابا بالرؤية العلمانية وتعريفنا لها، علينا أن نلتقي معا ونتحاور ونصل إلى أفق مشترك يسعفنا في أن ندرك ما نحن فيه ونرى العالم بالطريقة الصحيحة، بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كنا التي اعتدنا عليها. في البداية راح نتحدث عن مواضيع متعددة، محاور 4 أو 5 محاور، وأتمنى مشاركة الجمهور، ويسعدني جدا أسمع آراءكم، لأن الهدف هو في النهاية أن نخوض في موضوع ليس الهدف منها الدخول في مناظرات من الذي يفوز فيها، إنما ما الذي نصل إليه. يعني أن نتخذ هذا الموضوع هو مادة للبحث وورشة للتفكر والتفكير وطرح حلول والجدل في الثغرات التي نجدها في الموضوع أو في التناول، وليس فينا كأشخاص. هذا الهدف هو أعتقد من السمو، بحيث يغنينا عن الصراعات التي طالما انشغلت بها شعوبنا. مبدئيا احنا عندنا عدة محاور، وأتشرف بأن أنا ألتقي لأول مرة مع الصديق أحمد الفارابي، اللي هو إلى حضوره ممتاز وشعبية ممتازة بين الجمهور العربي، وقدم لهم محاضرات ممتازة أضافت الكثير وقدمت الكثير للفضاء التنويري العربي عموما. أعتقد أنه احنا نبدي أول مرة بمحور الأساسي، وهو تاريخ العلمانية. فأول مرة طريقة يعني الأسلوب اللي اتفقنا عليه، أنه المسألة هي ليست لقاء بين اثنين، إنما هو حوار بين اثنين بحضور جمهور، الجمهور بحضور المتابعين والأخوة المشاركين، وكل واحد منهم ممكن أن يشترك معنا في الحوار، لأن الهدف بالكامل هو أننا نخوض في مسألة ليس على شكل منفرد، وإلا كان ممكن إحنا كل واحد من يطلع عدة محاضرات عن العلمانية مثلا أو عن كثير مواضيع. فلماذا نلتقي؟ نلتقي لكي نجد صدى أفكارنا ونتمازج في أفكار في ما بيننا، في أفكارنا، في رؤانا، في تطلعاتنا، ونحاول أن نخرج بخلاصة. مبدئيا الآن الصديق أحمد راح يتحدث عن موضوع العلمانية وتاريخها في البداية، وبعد ذلك نتناول مواضيع أخرى. فأهلا وسهلا به مقدم. شكرا لك صديقي منصور الناصر، أشكرك شكرا جزيلا على هاي المقدمة الرائعة، وشكرا لجميع المشاهدين والأصدقاء والمعلقين، شكرا للجميع. حلقة اليوم نتحدث فيها عن العلمانية، حوار مفتوح، نقاش مفتوح. الحقيقة يعني قبل أن نبدأ موضوع العلمانية وتاريخها، في إحدى المرات وأنا ذكرتها بعد الحلقات، كان هناك برنامج تلفزيوني أعتقد مصري،
كان مستضيف أحد الرجال العلمانيين اللي ممكن يتحدث عن العلمانية. فكان في هذا الاستوديو موجودين أشخاص كثر يعني ضيوف ومقدمة البرامج. فقال له والله نحن في العالم العربي نحتاج إلى العلمانية، نكون بلدان علمانية. فقالت لا 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 أرجوك لا تقل علمانية، قل مدنية، قل مدنية. وكذلك الجمهور بأكملهم صرها قل مدنية. الحقيقة لا هذه المرأة ولا الجمهور يعرفون أنه لا فرق بين العلمانية والمدنية، يعني كما قل سلامة بخير وخير بسلامة نفس الشيء، تلفت المسميات لكن هي النتيجة واحدة. صديقي منصور تتقيم في أحد البلدان الأوروبية، نعم، هناك اضطهاد للأديان للمذاهب، هل هناك إنسان يعاني من حرية دينية غير موجودة؟ هل هناك تشجيع على الكفر والإلحاد وغيرها من هذه الأمور؟ أنت تقيم في بلد حر، ولربما أغلب، لربما أعتقد أن أكون مخطئ، لا دينيين، لكن مع ذلك هل هناك اضطهاد للحريات الدينية؟ هل هناك إنسان لا يستطيع أن يقوم بإبعادته وطقوسه؟ أنا أعتقد يعني تجاوزنا هذه المسائل، المجتمعات الغربية تجاوزت هذه المسائل وحتى مشاكلهم اختلفت تماما. المشكلة الآن كيف تبني نفسك، كيف تستقل بذاتك، كيف ترتقي بذاتك وتتخصص في مجال معين وتبدأ فيه وتبتكر. أنا في حياتي تقريبا سنوات طويلة صار في هولندا، وأيضا أتجول على دول أوروبا، لحد الآن ما شفت اثنين واحد يصرخ على الثاني، وما شفت خلاف بين اثنين يعني مشاكل على الإطلاق، ما شفت صياح بين اثنين وليس ضرب بين اثنين مثلا أو خلاف على جميع المستويات. الكل يتحاورون والكل هنالك كما يقول بتعبير هابرماس، هناك أخلاقيات النقاش حاضرة. نحن جميعا كل واحد لديه توجهه، لديه شخصيته، لديه وضعه، لكن تواصل. هناك أخلاقيات مشتركة، نعم تواصل، هي قاموس مشترك بيننا نتحاور على أساسه، لا أتحاور معك على أنه أنا شيعي ويجب أن تخضع للقاموس الشيعي وهكذا. يعني تعرف أنت كل الزيان أنه رئيس وزراء بريطانيا لا مسيحي ولا بروتستانتي، رئيس وزراء بريطانيا هندوسي، طيب كيف تقبلوا على أنفسهم هؤلاء المسيحيين؟ نسوا الحروب الطائفية بينهم وبين الكاثوليك، نسوا سلطات الكنيسة، نسوا الحروب الصليبية. طيب رئيس وزراء اسكتلندا من؟ مسلم. رئيس وزراء اسكتلندا الحالي رجل مسلم باكستاني أو هندي لكنه مسلم. وتعرف كل زين أوباما والده ليس أمريكي، يعني والده ذهب إلى أمريكا، ومع ذلك أوباما حسين أصلح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه هي العلمانية. يعني إذا تعرف أحد، إذا تذكر أحد أقطاب الإخوان المسلمين اللي يقول طز بمصر، أعتقد جمعة أو كذا، هذا اللي يقول إنه مو على جمعة، لا عاكف سام، أي أعتقد أي طز بمصر، فقال إنه هو مستعد إنه أفغاني أو باكستاني أو أندلسي مسلم يحكم مصر، لكن ما مستعد إنه قبطي مثلاً يحكم مصر. نعم. إذا لاحظ أضربت مثل عن رئيس وزراء إنجلترا، بريطانيا العظمى، رئيس وزراء اسكتلندا، رئيس الأمريكي أوباما وغيرها، ما عدا الوزراء والنواب والمحافظين. يعني لا أحد يسأل إنسان عن دينه، لا أحد يسأل إنسان عن مذهبه. اللي موجود عندنا العكس تماما. فإذا عندنا مكون، يعني حسب مثلا بالعراق على سبيل المثال، مدير عام منصب إذا للشيعة أخذوه سنة قيامة تقوم، وبالعكس إذا الأكراد هذه حصتهم هكذا هكذا. إلك أن تصور مصيبتنا إيش كبرها. تعال على هي اللي الخلفية الدينية هي المحررة لنا. الخلفية الدينية تدعوك لأن تشكل جماعات، وكل جماعة هي وربحها فقط والآخرين هم أعداء أو كفرة. هذا التصنيف العنصري التمييزي هو سبب الإشكالات. نحن لا نرى العالم بعيون العالم نفسه، يعني لا نرى العالم بما بمعطياته بما هو عليه، عندما نرى صحيح. العالم بما نشاء، بما نرغب، بما علمنا عليه أبينا أو أخينا أو الشيخ الجامع أو الإمام وما إلى ذلك. هي مصيبتنا، يجب أن نخرج من هذه، قصدي نرفع الحاجز بيننا وبين العالم. ومن هنا طلعت كلمة العلمانية، هذه العلمانية.
احد الاصدقاء يقول ان الصوت يقطع، ما اعرف اذا فعلا يقطع ام الصوت اي صوت يعني صوتي بالتحديد. المهم بكل الاحوال قبل ان نتحدث عن العلمانية، نحن نعرف جيدا انه العلمانية هي جزء من سقف اعلى اسمه الديمقراطية، فحتى يكون البلد ديمقراطي لابد من وجود أربعة أعمدة. العمود الأول هو العقد الاجتماعي، عقد اجتماعي بين الشعب وبين الحاكم، إن أنت مو الله ولا ممثل الله ولا ظل الله بالأرض، أنت موظف 4 سنين تحكم وتلم شغلاتك وتروح، ممكن نمدد لك إياها 4 سنين أخرى هكذا، فأنت موظف تقبض راتب رأس الشهر، لا صاحب فضل علينا، نحن أصحاب الفضل عليك، نحن الذين أتينا بك، وأنت ما اللي كما كان يقول صدام حسين كان عن العراقيين، قال الواحدهم كان ما يأكل لحمة لفت حتى أبوه، ومرة قال كانوا حفاية، كانوا العراقيين كانوا حفات، فيعني هو من أموال الخلافة، هو اللي صرف علينا وهو اللي تعب وكذا، فهاي أول نقطة. حتى نكون بلد ديمقراطي يجب أن يكون عقد اجتماعي، العقد بين من؟ بين الشعب وبين الحاكم، أن أنتوا تخدمونا، مو إحنا نحن خدام لكم ولهاديتكم ونساءكم والعاهراتكم والأبناءكم، مو أنتوا بكيفكم تصرفون بينا كأنه نحن بقية أهلكم. نقطة ثانية يجب أن تتحقق، ما هي؟ التنوير على كل إنسان أن يستخدم عقله، على كل إنسان أن ما يجعل إنسان ثاني كأن يكون رجل دين أو غيره هو اللي يفكر بالنيابة عنه، هو اللي يحدد مصيره، كل إنسان يستخدم عقله، وبالتالي كل إنسان يكون مسؤول عن تصرفاته. النقطة الثالثة الليبرالية اللي هي حرية أو سلطة الفرد فوق سلطة المجتمع، ما لم تتعارض مع سلطة المجتمع، حرية الفرد وحقوقه كاملة ما يتم انتهاكها لا من قبل دولة ولا من قبل نظام ولا من قبل أي شيء، حرية الدينية السياسية الاقتصادية وغيرها. رابع حل العلمانية، العلمانية اللي تعني فصل الدين عن الدولة، العلمانية يجب أن يكون هناك فكر علماني، إذا توفر ذني الأربعة سوف يصبح البلد ديمقراطي، وأنا ذكرتها مرة بإحدى الحلقات اللي سواه جورج بوش الابن، إنه جاب لنا السقف بدون عواميد. صحيح، هي هاي المفارقة. نعم، سقط السقف على المستوى الرسل خلفونه، لا هو رباني هذا ايضا يثير الشكوك، لماذا فعلوا هذه الفعله يعني هو كان يقول مثلا، قال في احد عند تحذير عند اسقاط صدام، قال الشعب العراقي يستحق الحريه، هو لم يكن يعرف ان الشعب العراقي يستحق الخبز، في وقته كان حصار 13 سنه صحيح، ساءت به الاخلاق، السرقات، انت عشت الحصار وانا عشت، العرب ما عاشوا، أنا عشت القادسية مو بس الهي. نعم كلنا عشنا، لكن بالنسبة للحصار عشنا، الأخلاق تفسخت، الاقتصاد الدهور، الجرائم كثرت، كل شيء أصبح استبداد، فأصبحوا الناس يبحثون على لقمة الخبز ما يجدوه. وجورج بوش تحدث أنه نحن نستحق الحرية، يعني لا إحنا بقتها ما كنا نحتاج حرية، كنا نحتاج إلى لقمة خبز نشبع وبعدين عود حدثنا عن الحرية. وهي ليش الفساد؟ ولهذا السبب، لأنه حتى أنت كما أشرت إلى مقولة كانت أنه القصور عقلي، نخرج من حالة القصور العقلي وإنسان على نفسه ويخرج من أفق الوصاية التي يضعها رجل الدين على جماعته أو على أتباعه أو على الموجودين في منطقته أو في نفوذه أو تحت يعني في فضاء نفوذه. فبالتالي أنت تجي الدين بالضرورة أو أي منظو أي وجهة نظر دينية تصنع حاجز بينها وبين العالم، بالتالي تطلب من العالم أن يفعل ما تراه هذه الرؤية الدينية، وتقول هذا حكم الله ويجب أن يخضع الجميع له. أوكي، يخضع الجميع له ماذا يعني؟ هل إنه هذا يعني بأن البشر جميعا يجب أو الأتباع يجب أن ينضوا ويتحولون الى نسخه متطابقه مع بعضها البعض؟ هذا امر مستحيل، بالتالي لا تتيح الفرصه لهؤلاء جميعا الا ان ينافقوا، لان لا يوجد شخص يشبه الشخص الاخر، حتى صحيح. الاب او الاخ او الابن كل واحد عنده تجربته الخاصه، حتى اذا يتشابه بالشكل الخارجي فهو بالضروره راح يختلف عنه
بالتجربة الشخصية وبالأشياء اللي يواجهها بهذا العالم الصعب المخيف طبعا بكل الطرق. فبالتالي انت ماذا تفعل؟ ما ليس امامك سوى النفاق. النفاق يجر الى الفساد، الى الكذب، الى يعني التدهور الاخلاقي والانحلال الاخلاقي. والمفارقه ياتي رجل الدين ويتهم الغرب بالانحلال الاخلاقي. بالحقيقه هو احنا ليس لدينا شيء غير منحل، كل الاشياء عندنا منحله، لا دوله حقيقيه، لا شعب حقيقي، لا، وهكذا. فهنا السؤال عندما تجي تاريخ العراق تطرقت له، تجد هاي المسألة موجودة سواء على مستوى التجربة القومية وهي تجربة نوعا ما دينية، يعني هنالك عقيدة دينية ترى العالم بمنظور عروبي مثل ما هذا الديني يرى العالم بمنظور ديني، وكلاهما يطلب من العالم أن يتحول وفق ما يشاء، يعني أحلام طفولية بصراحة. وهذا الطفولة يعني نقدر نربطها بطفولة العقل البشري، لهذا السبب أنا أعتبر الفترة الدينية فترة ما قبل تاريخية، وأن تطور الإنسان هو الذي أدى به إلى أن ينتقل إلى أفق الحداثة. وهاي الحداثة إحنا ما زلنا، واللي واحدة إفرازاتها العلمانية أو مفهوم العلماني، وطبعا العلمانية فيها مساوها، لا أزكيها، لكنني أقول بأن ما حدث يجب أن نتقبله، يجب أن نكون شجعان ونخرج من حالة القصور العقلي. وهذا الرأي، يعني أنت بعد شو تشوف؟ يعني طبعا بس تعقيب على كلمتك اللي قلت بها الانحلال وخايفين من الانحلال، هو الموضوع كله مرتبط بالجنس، يعني صور أنه العلمانية جنس وانحلال وناس تمشي مصالح بالشوارع، صدقني هو هذا مفهومهم. اللي بس أنا أقولهم بس شيء واحد، أقرأ ألف ليلة وليلة وشوفوا الجنس على الحقيقة، وأقرأ أقرأ هاي الجزائري شو اسمه الكتاب زهر الربيع وشوفوا الفضائح، وهذا رجل دين. أقرأ للسيوطي العنوان، طبعا من العيب أن أقولها الفضاء أمام المشاهدين، عودة حتى الشيخ إلى الصباح أيضا، هذا عودة الشيخ البافي، عودة الشيخ إلى الصباح، وصير تاريخك الديني. إحنا أتحدث عن التراث، أبدا ما أتحدث لا عن الرسول محمد ولا مالي، أنا ما أدخل بهالأمور، لكن تراثك سكسي بالكامل، تراثك الديني. ليش؟ وحتى الشارع بمدينة، المدينة المنورة يثرب ومكة والشعب، هاي شعوب المنطقة كانوا سير الناس بالشارع من الصراء لا 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 عارين رجال ونساء، بالنسبة للجارية وبالنسبة لل لا لا عموم الناس، عموم الناس هكذا، عموم الناس، عموم الناس. هذه أنا أقول لك هاي وجدوها كيف، أكو يعني أكو قصر، قصر في قصر أموي، ومنطقة اسمها الفاو أعتقد في السعودية الآن. هذه المنطقة وجدوا رسم لأناس يرقصون مع بعضهم، يعني فرح أو عرس، ويرقصون عرات من الأعلى. وعندما ترجع للتراث الإسلامي مدونة الإسلامية تجد أنهم يتحدثون أنه العورة من الصرة فما دون. بعد ذلك اختلفت الفترة العباسية. فبالتالي مفهوم الانحلال مدة ما يتحدثون عنه، وهذا التشنيع بين العلماني أو الحداثي والديني هو التشنيع بين الطرفين، هو هدفه ليس هدفه أن ينتصر إلى الإنسان وحاجاته وظروفه ومتطلباته، إنما هدفه أن ينتصر أحدهما على الآخر. في الحقيقة هما سبب وعامل للفساد وللتفرقة بين الناس. هنا سؤال من توم كايزر يقول لماذا هناك عقدة من الجنس؟ لأن هناك قمع. أكثر البلدان فساد هي أكثر البلدان تمسكا بالدين، تمسك بالمظاهر، هنا يكون النفاق، فمن فوق هلا هلا ومن جوا يعلم الله. أما البلدان وهنا إحنا الموضوع طبعا أخذ غير منحة، ما لنا علاقة بالجنس وغيره، لكن الرجال الدين اللي يحاولون أن يفهمون الآخرين إنه العلمانية والديمقراطية والليبرالية والعقد الجماعي هذا عبارة عن جس، لا، الكلام غير صحيح. كلام إحنا نحن نريدك أن تكون بشر عندك كامل الحقوق، لا يتحكم بك رجل دين ولا يتحكم بك حاكم ولا حقوقك مسلوبة منهوبة. هذا الوضع يعني اقتصادي وسياسي واجتماعي، نكون إنسان محترم. أما موضوع الجنس فأنت أول مرة كما أقول بالعراقي، البعير لو شوف حدبته تنكسر رقبته. انت شوف تاريخك وتراثك وحتى واقعك، واقعك باكمله
واقعك يشوف أفلام البورنو أكثر بلدان يشاهدها هي المجتمعات العربية والإسلامية وغيرها. هذا مو موضوعنا، لكن أريد نرجع للعلمانية. العلمانية عندما نقول أنه على سبيل المثال كيف يصبح البلد علماني، يعني ما هي فائدة العلمانية، كيف نلمسها؟ هسه الديمقراطية عرفناها، انتخابات للصندوق وما أعرف إيش، هاي حرية فرد هكذا. لا، تذكر أستاذ منصور عندما الحرب العراقية الإيرانية طولت 8 سنين، كثير من الناس كانوا يقولون هذا انتقام من الله. هذا تفسير غيبي، لكن إذا ريد نبحث عن تفسير علماني ماذا نقول؟ نقول حاكم أرعن ومستبد ويدخل في حروب. تذكر الحصار 13 سنة علينا ما علينا، كثير من العراقيين كانوا يقولون نحن ما نستاهل، احنا مو خوش وادم، احنا مو خوش شعب. واضح؟ فالشعب طلع مو خوش شعب. لكن عندما نأتي إلى تفسير علمي، حكومة رعناء تحدث العالم والعالم فرض عليها هذا الحصار. تتذكر على سبيل المثال أنه يقول لك أمريكا دمرت العراق حاقد علينا، لا أخي، أنت أرعن الحاكم وأنت كما يقول الشاعر نسيت اسمه، يا ثور بالعالم قوي راكض عليها تناطح، عباس شيشان أيه. أقوى ثور بالعالم أنت تركض عليه تناطح وطبعا راح يدمرك، وتقول أمريكا تكرهنا مثلا. أو أحد الضباط عندما دخل الكويت قال تعرف لماذا الكويت اللي حدث بهم ما حدث؟ قلت له لماذا؟ قال بيوتهم كلها ألعاب جنسية. هذا التفسير نسميه الأرعن الطفولي الغيبي المعرفة إيش، بينما التفسير أنه يوجد حاكم أرعن مستبد يحتدي على الجيران وغيره. كورونا لماذا أتت؟ مؤامرة، الصين تستعمل العالم، أمريكا ضربتها. هذا تفسير غيبي، التفسير الحقيقي انه فيروس، وهكذا قيس على كل الامور. هو هي هاي المشكله أيه؟ لانه لم يوفر رجل الدين، لا بس انت تريد تقدم خطاب ديني لا بس، لكن لابد ان توفر قدره ادوات للانسان العادي الذي تعتبره من اتباعك ان يفهم ويدرك الاشياء ويحلل الامور بطريقه جيده، لا ان تجعله يعني قطه مغمضه يسير خلفك كما تسير النعجة خلف راعيها. وهذا طبعا هو هنا المشكلة الخطيرة. لماذا نحن متخلفون؟ لماذا نحن في الدرك الأسفل من الحضارة؟ في كل شيء، في كل شيء، ومع هذا خشومنا أنوفنا مرفوعة وندعي تلك على شنو ادعاءات فارغة. وعندما يأتي الحداثة ويقول يابا دعوة للخروج إلى رفع السحر عن العالم، هذا السحر الذي يطشه ويدور به على الجميع رجل الدين ومتفضلا طبعا، يقولوا ما أنا يعني رحمتكم وقدمت لكم ما لن يعني لن تجدوا ما يناظره. فبالتالي هي هاي المشكلة الخطيرة حتى نتكلم. نعم، بس فقط ما تحدثت عن تاريخ العلمانية، يعني ما أي. ما مليان الموضوع. طبعا عندي حلقة قلت بها اسمها عنوانها المسيح أول علماني، يعني إذا نبدأ بتاريخ العلمانية. نعم، المسيح أول علماني عندما قال ما لله لله وما لقيصر لقيصر. كثير من الكتاب العرب عندهم آراء جميلة، يقولون معاوية بن أبي سفيان أول حاكم علماني. بالفعل أنا عندما وهنا ما يعني أزكي معاوية على الإمام علي، ما لي علاقة بهذا الموضوع، ده نتحدث عن حكم. إحنا عندما تأتي معاوية بن أبي سفيان، الخلفاء الراشدين كانوا هم يصلون بالناس، معاوية وضع إمام آخر يصلي. الخلفاء كانوا قصر الجمهورية مالتهم بتوعهم كما نقول، ديالهم بالمسجد أو بيتهم، لا معاوية أصبح قصر يختلف. معاوية وضع لك أسس المواطنة إلى حد ما، صحيح مو مثل المواطنة الآن بحيث أصبح المسيحي واليهودي أطباء وكذا يعاملون معاملة المسلم، يعني على العكس من عمر بن عبد العزيز عندما يأتي راح يرجع شوية تشدد. فكانوا مستشارين مستشاري كذا. فبهاي الناحية نعم، كثير من الكتاب أرغون وغيره يقولون أنه معاوية بن أبي سفيان هو أول علماني فصل الدين عن الدولة، حتى قال يا أهل الكوفة أترون أني قاتلتكم من أجل الصوم والصلاة والحج والزكاة وأنتم تصومون وتعجون والزكون؟ لا، قاتلتكم لكي أحتكم يعني أحكمكم. فبالفعل هذا الرجل وضع الدواوين وأسس دولة ليس لا تقوم على أساس الدين. وبالفعل جميع الخلافة انتهت الخلافة، انتهت، أصبحوا ملوك.
أنا ما أعرف حد أن ماذا يقولون خليفة عبد الملك بن مروان وغيره. فلربما نستثني عمر بن عبد العزيز والمقتدى العباسي اللي حاولوا يرجعون الدولة دينية، بقي كلهم علمانيين باستثناء الموحدين والمرابطين فقط بالبدايات الأولى، دول سلفية متطرفة دينية، البقية أيضا رجعوا علمانيين. فمعاوية بالفعل هو أول من وضع تأسيس لدولة علمانية. أيضا عمر بن الخطاب نفس الشيء تقريبا، لا مو عمر بن الخطاب النقطة هنا، يعني كان هو دين ودولة، عثمان دين ودولة، علي بن أبي طالب دين ودولة، أبي بكر الصديق دين ودولة، معاوية لا، معاوية أم قاتلة حمزة تاريخ غير مشرف كذا. فهذا الرجل لا هو يعني من الصحابة الأجلاء ولا أي شيء، رجل حكم تم فصل الدين عن الدولة. كان الخلفاء الراشدين هو اللي يلقي الخطبة، معاوية ما بدأ يعني ترك هذا الأمر. ولولا معاوية ما استمر الإسلام لحد هذا اليوم، رغم أنه هو ضد الإسلام لكنه استثمر، يعني لولا لما بقي الإسلام حتى لحد هذه اللحظة، يعني أسس لك دولة، قدم خيرا في معرض شر. أسس طبعا الغريب أنه اثنين شيعي يتحدثون عن معاوية بهذه الطريقة. لا نمدح معاوية، لكن هو كتأسيس دولة، يعني بالضبط مثل ما أقول منصور الناصر مهندس جيد، أو يجي آخر يقول لا منصور الناصر مهندس سيء، ما لنا علاقة بأخلاقك وعلاقتك بربك وبر الوالدين. فمعاوية بالفعل. أما على المفكرين بعالمنا العربي والإسلامي سنة 1000 ميلادي، وذكرتها بالحلقة السابقة مع أحمد سعزايد، فهو عبد الجبار المعتزلي. يمكن مثلا عبد الجبار المعتزلي حدث غلاء بالبصرة، كان هو بالبصرة، فقال إنه سبب الغلاء هو ارتفاع الأسعار، عرض وطلب، على الحاكم أن يتدخل من أجل أن يخفض الأسعار حتى الناس تعيش. بنفس الوقت البصرة يعيش مع منه، هذا الكلام سنة 1000 ميلادي، يعيش مع الباقلاني، اللي الباقلاني الأشعري قال لا، الله هو الذي يضع الأسعار، تفسير غيبي، هذا الحاكم راح يطق إصبعتهم على التفسير مال الباقلاني، لأن ما له علاقة بالغلاء الأسعار، وإذا حدثت حرب الله هو اللي كذا، وإذا حدثت مجاعة، وإذا حدث أي شيء الحاكم ما مسؤول، الله هو اللي يضع الأسعار والحروب والأوبئة أو كذا، لاحظت التفسير. طبعا أيضا هناك من يرجع بداية العلمانية لتواجد المسلمين بالأندلس، لماذا؟ لأنه المسيحيين عندما أتوا إلى الأندلس شافوا أنه هناك أشبه ما سوف تكون فيما بعد علمانية. كيف؟ وجدوا أنه رجال الدين المسلمين ليس مثل الرهبان المسيحيين يتوسطون بينهم وبين الرب مقابل أموال، أو مثلا يفرضون عليهم أتاوات، يبيعون صكوك غفران، يتواطعون مع الحكام عليهم. لا، رجل الدين لم يكن بتلك التدخل والإقحام كما موجود في المسيحية بقتها. فكثير من المسيح بدأوا يطالبون بمن بنفس ما يتميزون به المسلمين من إمكانية التوصل إلى علاقة فردية مع الله، فبدأت ما سوف يكون العلمانية. رأيك؟ نعم، أنا رأيي أنا أقول بأنه هو عندما تجي تراجع التراث المعرفي أو الديني الفقهي الإسلامي، أنا في رأيي أصول الفقه أو علم أصول الفقه هو علم علماني كامل، يعني اللي هو الآن 90% من الإسلام، والحديث بأكمله يتعلق، يعني الإسلام ليس فقط فقه لكن هو عقيدة وأشياء أخرى، لكن عندما تجد تنظر الإسلام تجده هو دين علماني صرف. الأصول الفقه ما هي، حتى في البداية كان احتجاج رجال الدين على الفقه لأنه قالوا هذا دهري، هي الدهر، من حتى نرجع على تاريخ العلمانية، أول واحد ترجم كلمة السكولاريزم هو الأفغاني، وكان موقفه سيء جدا وربطها بالإلحاد، وقال بأن هو العلمانية هي الدهرية، وكتب كتاب صغير الرد على الدهريين، أعتقد عنوانه هيك، يعني كتاب صغير. فهو هنا القضية، احنا المشكلة عندنا اختلط العلماني بالديني وأصبح الدين حالة واحدة مندمجة، فالمصيبة لم نستطع التمييز بين الأمرين، وإلا في الحقيقة الآن هو الفقه بأكمله هو علماني صرف، وإلا شنو يعني عقد زواج، يعني شنو علاقة الله بالموضوع، شنو علاقة الله بال، يعني أكو أشياء، يعني الميراث مثلا مسألة علمانية، العقود شنو علاقة الله بالموضوع، يعني هو الله بينه وبين المسلمين بين المؤمنين عقد،
يعني أن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، فهو يعني رمز للدولة للسلطة. لكن المشكلة مالتنا هنا لما نجي نفكر بعلاقتنا مع العالم يصيبنا الارتباك، لأننا ثقفنا على أن نكون أناس خاضعين للوصايا الدينية. الوصايا الدينية تتطلب مننا أن لا نفكر، أن لا نرى بأنفسنا العالم، أن نعتبر العالم دار متاع وفناء وفساد، وعلينا أن نعبر هذا العالم، لا أن أو يعني نعتبره آية. صح. هذا العالم ليس أكثر من آية، علينا أن نتعظ بها، وهي الآخرة في دار البقاء وليس هذا دار الفناء. فبالتالي هذه الرؤية صحيح أن نتحدث بها الآن، لكنها تشكل الهيكل المعرفي الذي يؤسس لمعارفنا جميعا. بالتالي هنا راح نواجه مشكلة عندما احنا انا واحمد مثلا نتحدث مع شخص متدين، يا على عيني وراسي انت متدين، ما عنده مشكلة معك، لكن اخرج من هذا الاطار او هذا القالب او الـ يعني البارادايم اللي وضعك فيه رجل الدين، اطلع منه وتعال نحاول نفهم ما نحن فيه. الهدف ليس ان اسيء لك، ليس الهدف ان اغير يعني، لا، الهدف أنه أجعلك تكون جزءا من هذا العالم الذي لم يعد ممكن أن لا تكون فيه. يعني أنت رغم أنفك ستكون ضمن العالم. يعني الظاهرة العلمانية، أنا برأيي حتى يعني ضمن التعريف وتاريخ العلمانية، أنا برأيي بعد قراءات طويلة كثيرة في العلمانية وأيضا بعض محاضراتك، استنتجت بأن العلمانية هي أكو فرق بين العلمانية الأيديولوجية والعلمانية كوجهة نظر أو رؤية للعالم وللكون وللإنسان. هذه الرؤية التي لا تضع حواجز بينها وبين العالم، أن تتقبل العالم كما هو وتحاول أن تكتشفه. يأتي رجل الدين يقول لا، هذا العالم لا ينفعنا، ويثقف الناس يوميا ليل نهار. من تصحى أول ما تطلع من بطن أمك تلقى رجل الدين براس الشارع. زين، هذا ليش جالس لك براس الشارع؟ ما السبب؟ يعني انا استغرب دائما اقول هذا ليش هذول دول شنو يسوون يعني؟ شنو شغلهم دول؟ الظاهر لا، هو مراقبه لك ومحاوله لتدجينك وترويضك، ولا يمكن ان تخرج بدون ما ان تمر بفلتر او مرشح رجل الدين لكي تنال الرضا. وهذا السبب اللي جعل الناس يعني رعديدين جبناء. صحيح هم شجعان بالدفاع عن الدين لأنه يشعر بالإطمئنان، لكن هو جبان جدا في مواجهة أي قضية أخرى، مثل الطفل يخاف الخروج من بيت الأب أو العائلة للخروج إلى العالم. فالمتدين حاله نفس الحال، هو محاصر بهذا الأسوار الدينية الوهمية وعليه أن لا يخرج منها. مجرد أن يسمع أحمد يقول يتحدث عن العلمانية، يتحدث عن الحداثة، يتحدث عن التغيير، يشعر بالخطر الجسيم. يا ساتر، استغفر الله. يعني هذا جاعد ورأسا يحط عليك علامة فيه ولا يدخل معك في حوار، يدخل معك في حالة صراع. هنا المشكلة، مشكلتنا مع المجتمع الذي تقولب والذي اختطف من قبل رجال الدين. مع احترامنا، هناك رجال دين كبار وممتازين، لكن احنا نقول نتحدث عن الذين يشكلون وعي الناس. هذه هي مشكلتنا. كمل انت. لا، هو انا التعريف انه يعني حتى لا نرجع للتاريخ العلمانيه وتعريفها، نجد بان هي اول واحد اعتقد هو بنهايه القرن التاسع عشر، اسمه جورج هوليوك او ما اذكر اسمه بالضبط، هو استخدمها بهدف تمييزها عن الالحاد فقط. الان يجي الأفغاني براسن يخبطها مع الإلحاد، هنا المشكلة. أولا، أكبر جريمة ترتكبها المؤسسات الدينية ورجل الدين هو التفتيش عن الضمير. أنا ما لي علاقة بإيش تفكر، أنا ما لي علاقة بداخلك، أنا ما أدخل بعلاقتك مع ربك، هذا شيء يخصك. صلي، رحت زيارة، تقرأ قرآن، هاي أسئلة عيب، هاي معيبة. يعني كما نقول أنه أحد المفكرين الظرفاء قال يعني كأنه بالضبط يسألك ما لون لباس والدتك، هذا عيب، هذا الأمور ما تخصك. صليت، صمت، أقرأ قرآن، أحج، أزور، ما أزور، لا أنا يتم المهم بكل الأحوال. حتى منشط
عن موضوعنا العلمانية. هناك ذكرت الحلقة قبل السابقة، هناك من يقول العلمانية مستمدة من العلم، بالحالة لازم يصير اسمها علمانية. هناك من يقول لا، العلمانية مستمدة من العالم، يعني اسمها بالحالة علمانية أو عالمانية لهذه الدرجة. نعم. بكل الأحوال العلمانية من تأتي ترجمتها باللغة الإنجليزية وترجع للإغريقية معناها الزمانية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن تهتم بما موجود في هذا العالم، أن يكون كل هدفك هذا العالم، مو معنى تكفر بالعالم الآخر، لا، لكن كدولة وكإنسان وكنظرة للعالم، نظرة للكون، نظرة للوجود، نظرة زمانية في زمانك الموجود، تبحث عن مشاكلك السياسية والاقتصادية والعلمية والبيئة وكلها. هاي هنا مشكلتك. أما العلمانية فقط بعد العصر الأندلسي عندما وجدوا، يعني هاي من المصايب أنه تجد علماني، معاوية علماني أو الحاكم علماني، عبد الجبار المعتزدي أو المفكر علماني، وتجد الأندلسيين العرب والمسلمين، المسلمين في الأندلس تأثروا بهم المسيحيين اللي قالوا لماذا لا نكون مثلهم. فبعد ذلك بسبب الهيمنة والعصور المظلمة في أوروبا، فمحاربة الكنيسة للأمور العلمية والعلماء، معارضة أي فكر جديد، بحيث أصبحوا يعني متحكمين بالمجتمع، تحولوا رجال الدين إلى ماذا؟ إلى طواغيت سياسيين. أصبح الأكليروس أو الرهبنة أو العشاء الرباني أو سكوك الغفران ومحاكم التفتيش بأكملها شغالة. فهذا اللي دعا الناس إلى الوقوف ضد هاي الكنيسة ومن أجل أن يمنعوها ويقفوها عند حده. يعني على سبيل المثال تعرف محاكمة كوبرنيكوس، ما علاقتكم إذا قال الشمس هي مركز الكون أم الأرض مركز الكون؟ لا، إحنا ما غاليلو كوبرنيكوس قبله، غاليلو قال ما لحقوا يحاكموا، مات قبل آخر لحظة. هو قال الكتاب ينشروا بعد أن أموت، وبالأخير ما لحقوا، ما بقاهم فرصة يعني. كوبرنيكوس غاليلو يقول صديق البابا أعتقد أوربان أو كذا، قال له انظر بهذا التلسكوب، انظر هناك أقمار، أربع أقمار تفتر حول المشتري أو المريخ. قال لا، أنا صدق الكتاب المقدس. لاحظ، يعني أنت عالمك الآن يقول كذا، وغيرها الأوبئة والأمراض. فاللي حدث ماذا؟ اللي حدث ثورة إصلاح مارتن لوثر، قالوا نعم. إن كل إنسان كنيسة بقلبه، كل إنسان يعبد الله بالطريقة اللي يعجبه، كل إنسان يفسر الكتاب المقدس كما يريد. ثم أدت إلى ظهور الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية العظيمة اللي أصبح أول حاكم في العالم الغربي ليس له علاقة بالدين. الثورة الفرنسية اللي حكمه روبسبيرو وغيره وكذا، وظهروا فلاسفة مهدوا للعلمانية. سبينوزا يعني يعتبر رائد العلمانية في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة، هذا صاحب مدرسة النقد. يأتي من بعده جون لوك الدولة المدنية، يأتي من بعدها جان جاك روسو صاحب العقد الاجتماعي، يأتي من بعدها مونتسكيو اللي فصل بين السلطات واللي لحد اليوم العام بأكمل يقوم بهذا الشيء، ثم فولتير صاحب القانون الطبيعي، ثم حتى نيتشه اللي يعني موت الإله، وهنا الإله يعني ربما هي الديانة المسيحية بمفهومها الكهنوتي وغيره. تفضل أستاذ نصر. نعم، هو الفكرة وين، أنه المشكلة طرقت مواضيع مهمة. اولا هو تدخل الرجل الدين في شؤون الناس، يعني يقول لك عندما هذا الشخص يقول كذا او كذا ولا حق لاحد بالتدخل في شؤون الاخرين، هو هذا مفهوم العلماني. هنا يعني يتوضح الفرق بين العلماني او الحداثوي او الرؤيه الجديده للعالم او الحضور في العالم، او نقدر حتى لا ندخل في تفاصيل المصطلحات، بين الدهري الديني والدنيوي. هذا الفرق، الدنيوي الان هو الحاكم، وهو لم يعد الآن في رأيي مسألة قابلة للجدال، إنما هي مسألة يعني واقع حال، لا تستطيع أن ترفض العالم أو العصر العلماني بتعبير تشارلز تايلر عند كتاب، يقول الآن إن كلنا نعيش في فضاء علماني ولا خيار لنا سوى أن نعيش ضمنه ونتقبله، نرفضه سنبقى فيه، يعني حتى إذا رفضنا إحنا سنبقى فيه ونستخدم أدواته ونعيش بضمنه. الآن إحنا الحوار أنا وأنت الآن ضمن فضاء علماني، وإلا لن يتحقق هذا الحوار. فبالتالي إحنا هذه المسألة ليست لابد أن ينضوي الديني تحت العلماني، وهذه هي المشكلة. عندما طرقت إلى موضوع أنه التدخل الديني في شؤون الأفراد، هو لهذا السبب، هذا يخلينا نفهم ليش احنا ما نقدر نطلع من الديني. الديني هو هذه قضيته، يتدخل بشؤون الافراد. انا عندي تعريف للدين، اقول بين الدين هو القطيع،
القطيع البشري تحديدا، وهذا القطيع يجب أن يراقب الجميع بعضهم البعض، وبالتالي هو التدخل يعتبر مشروع عندما يقول أنت الآن خرجت على القطيع، خرجت على الجماعة، فبالتالي يجب أن تعاقب. فهو يضع حق لنفسه لأنه يعتبر نفسه فرد من أفراد القطيع الديني أو واحد من المؤمنين حسب التسمية الدينية، واحد من الأتباع، من المخلصين، من المجاهدين، يجب أن يذود عن حياض الدين، ورأساً أنت توضع عليك علامة أنت تحارب الدين. وهو كلامه صحيح بالمناسبة، هذا هو الدين. أنا رأيي هذا هو الدين، الدين هو قطيع البشري. فتقول لك أنت الآن تخرج على الجماعة، هنا المشكلة. إحنا لحد الآن نريد أن نبقى في حضن الجماعة وما نخرج منها. فالصراع بين الديني والدنيوي أو بين العلماني إذا صح التسمية والدهري أو الديني أو الروحي بالتعبير المسيحي، فهنا المشكلة، يجب أن نخرج منها. هنا السؤال نبقى علينا، يعني أنا هذا السؤال المحور الثاني اللي نتحدث عنه، يقول لماذا نرفض العلمانية برأيك؟ العلمانية جسد غريب على الأمة العربية والإسلامية ولله الحمد ولله الحمد والمنة كما لكن قبل ما أجيب على هذا السؤال، هناك أيضا فد شيء أريد أملي. تعرف أنت قوانين نيوتن، قوانين استخدمت العلوم، يعني العلم يهتم بالسبب، الدين يهتم بالمسبب، قوانين نيوتن تهتم بالسبب، ما لها علاقة من الذي سبب. يعني قوانين نيوتن تهتم بحركة الكواكب، ليش لها علاقة بمن حرك الكواكب، بمن حرك الكواكب، وهذا اختصاص الدين. صح، كانت لنظرية نيوتن لها دور، أسف ديكارت، ثم أتت نظرية التطور اللي أتت بمفهوم جديد لعلم الأحياء، كما أتت مثل نظرية الإنسان الحيوان اللي صاغ الفيلسوف إميل دوركايم، أيضا نظرية فرويد اللي قال إنه العقل هو ليس هو اللي يحكم الإنسان، هناك عقل باطن هو اللي يتحكم به، ثم نظرية مثلا على سبيل المثال نظرية الماركسية اللي تحدثت لك عن تفسير مادي للتاريخ. هاي بأكملها هذا أمور شجعت على ظهور العلمانية. أما بالنسبة لسؤالك لماذا مثلا المجتمع العربي كاره وطارد للعلمانية، الحقيقة عندما تأتي إلى المجتمع العراقي على سبيل المثال، يعني كنموذج للإلمن، كنموذج لكل العالم العربي، العراق العلمانية أتت عن طريق الاستعمار، الاحتلال البريطاني. العراق كان دولة، لم يكن دولة، العفو، كانت 3 ولايات تابعة للدولة العثمانية، بالتالي لم يكن يوجد شارع ولا مدرسة ولا شيء، ولو هذا مو موضوعنا. فمع الاستعمار سواء العراق، مصر، سوريا، جميع العالم العربي أتت مع الاستعمار العلمانية، فأصبح أفكار جديدة ظهرت لأول مرة في الشارق، من ضمنها تأسيس دولة العراق. وإذا دولة تصبح دولة، دولة غير دينية، بها دستور، هذا الدستور غير ديني، فأخذت على عاتقها هذه الدولة ممارسة نظام سياسي على كل المستويات الإدارية والاقتصادية والتربوية، أمور علمانية. لكن هذه الأفكار العلمانية اللي انفرضت مع المستعمر البريطاني رغم عنه لم تلقى رواج عند الغالبية العظمى من المجتمع العراقي اللي تهيمن عليه العشائرية وتهيمن عليه الطائفية والدينية والإثنية، هاي بأكمل تتحكم به، بالتالي رفضوا هذه الأمور بأكملها. لكن الأمر المهم اللي حدث بعد تأسيس الدولة العراقية أنه تهيئت هذه الأرضية داخل المجتمع العراقي لاستقبال وتلقي المفاهيم والأنماط العلمانية، وبدأ المجتمع يتحرك شوية شوية قليلا قليلا من السلطة الدينية، من السلطة العشائرية. تعال على المستوى الشيعي، العراق يتكون من شيعة وسنة وأكراد، تعال على المستوى الشيعي، على المستوى الشيعي المراجع الدين الشيعي بأكملهم رفضوا العلمانية، رفضوا هاي الدولة، رفضوا حتى انتخابات المجلس التأسيسي لهذه الدولة، حتى المدارس. هاي 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 لطمية ثانية إذا نتحدث عن تحريم المدارس، تحريم مدارس البنات، الصحف، التلفزيون، طيارة، راديو، كل حصان إبليس، الدراجة، حصان إبليس. فيما بعد راح يستخدموها كلهم، راح يستخدمون التلفزيون والراديو والصحف وهاي في نشر أفكارهم سواء الشيعة أو حتى السنة. فبكل الأحوال الشيعة رفضوا هاي الدولة العلمانية التي لا تقوم على الدين الإسلامي. يعني أيضا ما أريد أشط على الموضوع، تخيل حتى محاربة الإنجليز إنه رادوا يغيرون للدين الإسلامي، هكذا شاعوا
أو هكذا كانوا يصورون، سواء حتى بثورة العشرين أو حتى بحركة الجهاد 1914. فرجال دين مثل النائيني الأصفهاني الخارصي بأكملهم أصدروا فتاوى تحريم الدخول في أو المشاركة في هذا المجلس التأسيسي، واللي هذا المجلس التأسيسي أعظم ما حدث بالعراق، اللي راح يهيئ لدولة علمانية عظيمة. وبالتالي المجتمع ما الذي سوف يتحدث؟ اللي يحدث أنه سوف يحدث اختراق لهذا المجتمع، أنه الناس بدأت الدولة تجتذبهم، أصبح مصدر المعيشة ليس عمل بإيدك، ممكن تصبح معلم، ممكن تصبح مهندس أو لاحظة أو كذا. فالناس بدأت تتجه للوظيفة رغم تحريم رجال الدين الشيعة الوظيفة، حرام العمل السياسي، حرام دخول بالوظيفة كذا. فبدأت تغوي الناس أنه يصبح أفندي، بدأت اللبس يختلف، بدأت هناك ثقافة، فن، مسرح بأكملها. فأصبحت هناك لدرجة أن أحد المفكرين يقول العراق أصبح أقل ورع من تركيا ومن مصر. بالتالي ما الذي ظهر؟ ظهر أنه حركات علمانية كثيرة ظهرت داخل المجتمع العراقي. يعني على سبيل المثال ظهرت لك الماركسية، ظهرت لك الليبرالية، الوجودية، الفاشية، النازية، هاي القومية، هاي شيء جديد عن العالم الإسلامي، هذا لأول مرة يظهر. فأصبحت هناك اختلاط حتى بين الجنسين بالجامعات ولو فيما بعد. أصبح اللباس العربي تم التخلي عنه، أصبح لباس آخر، أصبحت هناك ثقافة، أصبحوا ناس يعني يميلون إلى كل ما هو غربي. على سبيل المثال هذا كله فضل يعود لمن؟ للحكومة العراقية. لا، الفضل إنه لا تستطيع أن تبني دولة بغير هذه الطريقة، ما عندك طريقة. والمسز بيل أمنة طريقة مسز بيل الله يرحمها ساهموا في تعزيز العلمانية في البلاد من خلال نشر التعليم. لماذا؟ قالوا نريد نضعف الثورة، النزعة الثورية الموجودة عند الشيعة. فالناس عندما يتثقف، عندما يصبحون واعين مدركين، سوف يتخلون عن النزعة الثورية، لأنه بعد ما يتجهون للمراجع وكلامهم. واضح؟ اللي صار عكس الآية، اللي صار الناس تركوا الشيعة أصبحوا شيوعيين، اللي أصبح ثوريين علمانيين عن طريق الحزب الشيوعي. حتى الدكتور علي وردي يذكر أنه ضعف الدين بالعراق أدى إلى تضخم نزعة ثورية بدلا من تقليلها. أراد الحاكم أن يشهرون بالعراق النزعة العلمانية من أجل أن يكافحون الثورة، لكن اللي صار بالعكس، اللي صار النزعة الثورية تعززت بالمجتمع العراقي أكثر من ذي قبل. لذلك المسز بيل، يعني يذكر علي وردي يقول مسز بيل أنه كانت تقول أنه رجال الدين هم أكبر دعاة للثورة في العراق. أفضل شيء بمواجهة هؤلاء رجال الدين ما هو؟ نشر التعليم، نشر التعليم من أجل سحب البساط من عندهم. هذا بالنسبة للشيعة. ماذا عن السنة؟ السنة رغم أن العراق على سبيل المثال استقل وأصبح دولة يحكمها ملك سني من آل بيت النبي اللي هو الملك فيصل الأول الله يرحمه، لكن كانت مساجدهم تدعو إلى السلطان للخليفة. هذا الكلام من 21 لحد 24، لأن هم نفسيا يميلون إلى الدولة العثمانية. بالتالي وما زال يعني العالم يعني الظاهر مو بس الشيعة ذيول، يعني كل ذيول لا، مو هي هاي الرغبة بالانتماء للقطيع أو للجماعة بالضبط. هو هذا يعني ما يقدر يحس بالضياع. أتاتورك عندما أتى بتركيا وحول البلد إلى بلد علماني، هذا ترك أثر عين بالمجتمع العراقي، لأن النخبة الحاكمة هي النخبة أهل السنة، العسكر والإداريين والسياسيين بأكملهم. فبالتالي نعم، فبالتالي أصبحوا هؤلاء كلهم مدرسة علمانية. إلغاء الخلافة العثمانية على يد أتاتورك أصبحوا السنة مهيئين إلى الدخول بالعلمانية. فيذكر فرع عبد الجبار يقول العالم الإسلامي تلقى صفعات جدا كبيرة، شهد تفكك لك أوصال الدولة العثمانية، إلغاء الخلافة اللي استمرت 14 قرن، يعني من أبي بكر الصديق إلى آخر خليفة، وأيضا الحملات الاستعمارية اللي أجت، وأيضا سحب البساط من رجال الدين. هذه الأمور كلها أدت إلى وجود العلمانية، لكن الموضوع ما اكتمل للأسف الشديد. لماذا؟ لأن هذه الأحزاب لم تأخذ يعني صحيح هو الغلاف العلماني، لكن نظريا فقط،
وهناك فرق كما تعرف بين النظرية وبين التطبيق. يعني من ضمن الأمور اللي يعبوها رجال الدين والمتدينين على العلماني، راح يقول صدام حسين علماني، عبد الناصر علماني، السادات علماني، بورقيبة علمانيين. لا، هناك فرق كبير بين السجاد والعلمانية. يعني مثلا من قال لك أن كل هؤلاء الحكام كانوا علمانيين يعني فصل بين الدين والدولة؟ أبدا، كلهم كانوا يستخدمون الدين العبة. على سبيل المثال تعيشت حملة صدام الإيمانية، نعرف وقت فاصل هو ولده وعشيرته وعمامه وحملة الإيمانية زين. نعم، حتى بقتها صدام حسين داز فاضل البراكي لمحمد باقر الصدر من أجل أن ينشرون كتاب اقتصادنا أو فلسفتنا بالصحيفة بالثورة بجمهورية من أجل أن يحاربون الشيوعية. يعني هناك استخدام عبد الناصر، ما الذي فعله؟ صح، استخدم بالبداية الإخوان مثل المطية، بالأخير صرحهم بالقنافذ كما نقول بالعراقي، عدم سير قطب. لكن المساجد دينية، الصحف دينية، قنوات دينية، هو اللي له دور كبير في جعلها جزء من فوق الدولة. يمكن ما أذكر بالضبط، يعني 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 كانت برامج التلفزيون والإذاعة كلها دينية والجوامع دينية، لا يوجد أي فصل. السادات، السادات تحول فجأة إلى إمام واصبح متولي شعراوي مصطفى محمود بجاله يشغلون ويجرون. رئيس المؤمن، أذكره رئيس المؤمن كان يلقي خطب هو. الحبيب بورقيبة حتى اللي نقول علنا أنه هذا رجل علماني وكذا، هذا رجل هو بسببه كان يجند إرهابيين ويتسم أفغانستان ب79 بال80، ثم رجعوا لعنة على تونس والتونسيين. لذلك الأحزاب الدينية هي المسيطرة على الشارع. يعني مثلا عندما تأتي حزب الشيوعي العراقي تأسس بال34، لكن عندما حصلت انتخابات بعد سقوط صدام وإذا به شعبيته صفر، الأحزاب القومية شعبيتها صفر، الأحزاب العلمانية شعبيتها صفر، من الذي برز؟ ولحد يومك هذا الأحزاب الدينية. إذن هناك روح شعبية طاردة لكل ما هو علماني، ليبرالي، ديمقراطي، غربي على الإطلاق، وتحن إلى كل ما هو إسلامي. رأيك بالموضوع؟ لا، هو الفكرة هي تخلينا لازم نرجع إلى تاريخ، يعني كيف ظهرت العلمانية حتى نفهم وين المشكلة. يعني العلمانية ظهرت كما يقال مشاع هذا الكلام بأنه فصل الدين عن الدولة، وبحقيقة وليس الأمر هكذا. الأمر بالضبط عندما نقرأ التاريخ العلمانية ظهورها، طبعا المناسبة العلمانية كلمة لا يعني التنوير، فترة التنوير، فترة الثورات العلمية والصناعية كلها، هاي ما حد جاب طاري العلمانية، ما يعني هاي كلها حدثت وكلمة مفهوم العلمانية غير موجود. فعندما ظهرت العلمانية كان الهدف هو تأسيس الدولة الوطنية، فالدولة الوطنية جعلت من الدين هو التابع، يجب أن يخضع الدين للدولة الوطنية. بعد الثورة الفرنسية خاصة، بعد الثورة الفرنسية عدموا 3000 كاهن لأنه رفضوا التوقيع على الخضوع للدولة. فهنا القضية هي تبدو، يعني أكو تعريف أنا قريته اليوم، تحييد الدين عن قضايا الدولة، وجعل قضية الدولة متعلقة بما هو عقلاني وعقلي بدلا من أن يتعلق بالعقيدة الدينية. العقيدة الدينية الآن تنحى جانبا، ويصبح هنالك تحييد للدين عن، وهذا يختلف عن فصل الدين عن الدولة. عندما نجي نقارنها علينا هنا حتى نعرف المشكلة وين، في رأيي المشكلة وين، إنها عندما نجي كان هنالك الغطاء الديني بالكامل، المعرفة بأكملها، مؤسسة على الخطاب الديني أو على يعني التربة طينية، الدينية هي طينية أيضا، هي هم طينية طبعا، يعني ترادف يعني معقول، ربما أكو ربط يعني. فالمهم، فهذا عندما سقط النموذج العثماني اللي هو من أسوأ النماذج اللي ما أتخيل، يعني ما أعرف شلون 400 سنة حكمت هاي البلدان ودمرت شعوبنا بالكامل. يعني هي كانت مثل ما التجربة الدينية الآن دمرت شعبنا، يعني هاي بقايا التحضر البسيطة قضوا عليها، اجت الدولة العثمانية قضت على كل الإرث العباسي المتحضر نوعا ما، انتهى كل شيء.
ففي لحظة معينة وجد يعني وجد الذين يسكنون في بيت الدين أنفسهم عرايا بلا جدران. كانت صحيح. الدولة الأثمانية نوع من الجدار أو نوع من السقف الذي ينضون تحته ويشعرون بالأمن والأمان بأن هنالك خليفة مسلم وإحنا قاعدين مرتاحين في هذا الفضاء الديني. إن رفع هذا الغطاء الكل وجد نفسه عاريا وبدأت محاولات لتشكيل شيء. وجدوا أنفسهم ليسوا على شيء وأن كل شيء أصبح معرض للدمار. فظهرت محاولات لأن يعني طلعت بدأوا دولة تعرفهم جماعة الرواد النهضة بدأوا يحاولون بالعشرينات بدأت الحركة العلمانية كان هو النموذج الرائج المنتشر طلع أتاتورك. فهذا النموذج كان واعد وجيد والناس بدأت الدين بدأ خافتا لأنه لم يكن لديه شيء ليقدمهم. لا يستطيع بناء دولة، الدين لا يستطيع بناء دولة، دولة حديثة ماذا تفعل الآن؟ الإنسان يحتاج وزارة الصحة، الدولة الآن تتدخل في حياة الناس بشكل غير معقول. لم يعود الآن الدين مثل ما كان مجرد إمبراطورية وحاكم ويوزع السلطة الطيابة، أنت شيخ عشيرة أنت رجيب للخراج مالتك والجباية وما عليه لا سوي لك إحصاء. الآن كل إنسان عنده رقم، عنده هوية، عنده اسم. أستاذ منصور إذا تسمع لي يعني على كلامك تعقيب شوية ضحكك. يلا العراق إحنا بلد نفطي. نعم. وعندنا حصو يعني العراق مليء بالحصو وبالرمل. شوارعنا 99% منها غير مبلطة، وإذا مبلطت تبليط زفت. تعال في اليوم بأي مكان شوف هاي ما عدم المحافظات مصيبتهم مصيبة طبعا. تبليط طين للركب كمان يقول طين. تعال هاي مدينة الصدر، تعال أنت عايش بالعراق وتعرف وشوف الكوارث. يبلطون لك مقبرة النجف، مقبرة النجف يبلطوها يعني حتى صار اهتمام بمن اهتمام بالقبور أكثر من اهتمام بمن بشوارع الأحياء. تبليط شوارع المقبرة مقبرة النجف اللي بها 6 ملايين ميت أفضل. أمر آخر مهم نسيت والله ما أدري أقول بالنسبة لاهتمامهم بالأمور الدينية. نحن وجدنا أنفسنا عورات، ليس لدينا مؤسسات تقوم بأمر الناس. هنالك شعوب موجودة لكن المؤسسات تم القضاء عليها من بعد الحرب العالمية الأولى. فالكل وجد نفسه عاريا لا يستطيع أن يفعل شيئا. فما كان أجد ساكس بيكو، بالعكس ساكس بيكو وضعت حل مشكلة. يعني صحيح أن ندينها وعلمونا بالمدارس المؤامرة الكبرى، هي ما هي كانت شعوب موجودة على أرض فقط. بالعكس أنت بيك خير بيك زود طور بلدك، عراقي أردني سوري لبناني، أنت لا طورت بلدك ولا تقدمت، وفقط كل ثقلك وأهاناتك وسبك على سايكس بيكو. طور بلدك مثل ما بلجيكا هولندا دنمارك طورت بلدانها وتقدر تتحد والأداة ما موجودة كيف يطور ما يستطيع ما هم فاشلين وفازين وكذا. ها ذكر هذا الفشل الدين واسد. فاللي سوته مثلا حكومتنا اليوم سوت مقبرة نموذجية بالنجف في حين نحن نحتاج إلى بيوت نموذجية في العراق رغم الأموال الهائلة. لك أن تصور مصيبتنا. اللي أريد أقوله أنه كلما زاد حضور الدين في المجال العام كلما سيطر على مختلف مناحي الحياة كلما تراجعت الحريات والثقافة والعلوم والتمدن والحضارة. هذا أمر بيون ديسيبيوت لا جدال به، ممكن تطبق على الماضي وتطبق على الحاضر، طبق على حضارتنا العربية الإسلامية. 300 سنة استمرت الحضارة العربية الإسلامية، 300 سنة المؤسسات الدينية شدت عداوة وياها. طبعا الكندي ما الذي فعله عمره 60 سنة عروه من ملابسه بالكامل وتم جلده بالسياط، أول فيلسوف بالحضارة العربية الإسلامية وعربي. ما الذي فعله بالفارابي؟ لا يعني كان سيدا عدد لك 100 عالم وفيلسوف كلهم تعرضوا لحرق الكتب أو القتل أو ابن المقفع أو تعرفه والرشد حطه وكتبه وغيره. 300 سنة الحد ما قضوا على
الحضارة العربية الإسلامية عن طريق الغزالي وتحريماتها للعلم والرياضيات وكذا ارتاحوا. لاحظ الكنيسة أو الجهة المسيحية ما الذي فعلته للحضارة الإغريق والرومانية العظيمة؟ نهتها تماما، حاربت عصر النهضة، حاربت عصر الأنوار. إذن كلما يعني حتى عندما تأتي في الدويلات العربية الإسلامية اللي حكمت من المغرب لأندلسية، الفقه أوج بلوغ الفقه هو أوج تدهور الحضارة. بالتالي انتصر ماذا؟ انتصر التصوف والدراويش والتكايا والحسينيات والأطميات والمساجد اللي تحرض على الكراهية والإرهاب، والدهورة المدارس، الدهور العلم. هذا هو اللي أيوه هو المفهوم. أنت ما تجي على الخطاب الديني، الأولويات في الدين هي للدين وليس للنفس، وهذا ينطبق. أنا دائما أقول المشكلة، مشكلتنا إحنا ما نعرف شنو الدين، يعني لا نعرف ما هو الدين الذي يحكمنا، لا نناقش، لا نأتي نجلب هذا الدين ونضعه على طاولة المختبر ونقول تعالوا هذا الدين هو هذا، واحد اثنين ثلاثة، ما نفهم هذا، نرتبك بالكلام. الدين مطلقات، الدين يعطيك مطلقات، الله مطلق، النبي مطلق، الإمام مطلق، الكتاب المقدس مطلق، هكذا يعطيك مطلقات. بينما الحياة نسبية، الحياة نسبية، هذه النسبية لأنه نحن بشر نختلف، أفكارنا تختلف، اتجاهاتنا تختلف، ثقافتنا تختلف. بالتالي المشكلة المطلق ما يبني بيتك، ما يبني لك البيت ولا يسوي لك الشارع، يبني لك مقابر بالنجف. ليش؟ لأن المطلق هو فخور بنفسه، المطلق نرجسي. الإله العربي الإسلامي هو إله محلي يعبر عن المسلم وعن العربي، هذا المفتخر بنفسه الذي يرى نفسه هو أفضل كل شيء، وهو الذي هو الأول والآخر والكل هم عبيد على واجبهم الطاعة فقط. هذا هو النموذج الاستبدادي العربي الشرقي، هو يجسد الإله مع بغض النظر عن احترامنا للدين وللآلهة، هذا موضوع آخر، لكن احنا الآن في معرض نقاش على موضوع. فبالتالي هاي المصيبة، المصيبة انه انت الآن ما زلت لحد الآن كما يقول ماكس بيبر، ما زلنا نعيش في عالم السحري. يجب ان نرفع السحر عن الواقع ونرى العالم كما هو وننخرط بالعالم. مشكلتنا الآن احنا ضيعنا الدين وضيعنا الديني والدنيوي، لا احنا محصلين الدنيوي ولا احنا محصلين الديني، هنا المشكلة. طب رأيك هذول الحل تفكير الحل لا حلول في السماء كما قال رئيس وزراء إيطاليا في وقت كورونا. هؤلاء أصحاب المطلق يقفون على جبل ويريدون كل الناس يصعدون هذا الجبل رغم عنهم، واللي ما يصعد ليس فقط عذاب جهنم ينتظره، لا، هذا نحن نعاقبه بالدنيا قبل الآخرة. فتعال إلى المصيبة أنه التراث لا يزال يتحكم بينا، لازلنا عايشين بالتراث لحد الآن. يعني عندما تأتي وتقول يا ناس عالم أنا أريد أرفض الحضارة الغربية بالكامل، هاي حضارة دجل وكذب وكفر وكذا، صدقني نخرج عرايا للشارع، لأن حتى الملابس اللي نلبسها هي بأكملها صناعة غربية. أنت بأكملك ويقول لك أنت ليش لماذا مبهور بالغرب؟ يا أخي طيب أبهرني، أنت أبهرني، طب بعيني أبهرني فد شو يسموها هاي براءة اختراع حتى أقول لا بالعكس أنا منبهر بالغرب، شنو المشكلة يعني؟ بالعكس هذا تحريض، هذا يثير بداخلك الغيرة على نفسك، على وضعك، تطوير ذاتك. أنت كيف تتطور إنسان هو مبدأ أساسي بالمحاكاة، يرى الآخرين ويقلدهم. حتى النعالات نستوردهن، حتى الأبريق نستورده، وتقول لي أنت منبهر بالغرب. يا أخي أنت الغرب هو دخلك، أجلكم الله المي بالمراف بالتواليتات العامة ونظفك وسوى، والأمراض اللي طيبك إياها، وهو اللي جعل عمليات التجميل مثلا وغيرها، طب أطفال الأنابيب، التعايش صبح وديل وظهر و24 ساعة في خيرات العالم الغربي، وتقول لي لماذا أنت منبهر بي؟ هسه خلانا منبهر بي، يروح النات، تروح لا خلينا ننبهر، شنو مو عيب يعني؟ شنو المشكلة يعني؟ شنو المشكلة يعني؟ هو يخوفك يسوي رجب دخل ايه البهر، اي انبهر، اي شنو المشكلة يعني؟ طبعا ايه ليش ما انبهر؟ هذا مثل ما يبهرني، هو ليش ما انبهر بها يعني؟ مثل ما يبهرني ابن سينا، مثل ما يبهرني يعني نقطة مهمة. احد الاصدقاء قال اعتقد التعليق هنا قبل البث او بعد البث يعني راح من عندي، قال احنا ناخذ من الغرب التكنولوجيا والصناعة
والزراعة والكهرباء وبس. هذا ما يعرف أنه يعني هو مثل أفلام الكرتون، يعني كأنك أنت مثلا تستخدم الكهرباء وبعدك على البعير، شوارع مبلطة وكل شعب بعير ما ترحم. الحضارة لو تأخذها دفعة واحدة لو ترفضها دفعة واحدة، لأن مرتبطة مع بعضها البعض ما ترهم. ولذلك شوف حتى السعودية على تخلفهم وهمجيتهم كحكام مو كشعب، ما لي علاقة، بدأت انتهت الوهابية. لذلك العالم أصبح قرية. يعني بأخذ صدام تتذكر قناة واحدة تلفزيون وأبو عداي الورد بستلمها 24 ساعة، تتذكر والساعة 11 بالليل انطفي والنام. صحف للدولة، مجلة مال الدولة، الكتب للدولة. الآن الآن عقلية اختلفت، الآن العالم بأكمل أصبح قرية. لا زالوا يفكرون بنفس عهد قبل 30 و 40 و 50 سنة. أصبح كتب الإلحاد بمنشور صغير يتحدث لك عن كذا والتراث وكذا، هاي سابقا ما كان موجود. فبدل أن تغيرون آلياتكم يا رجال الدين، تغيرون من فكركم، لا، يحاربوهم بنفس عقلية الغزالي والطوسي والطبرسي. اليوم يحاربون نفس، ولا زالوا لا زالوا إنه ما يريدون يغيرون أي شيء. ما يقدر، لا ما هو انا اقول لك احنا اللي انا مرات افسر اقول لماذا هذا الموقف الرعديد امام التغيير، لماذا هذا الجبن امام اي محاوله للتغيير او اي دعوه للتغيير وللتطور والخروج من شرنقه الماضي. انا اعتقد اننا ناس تعلمنا عن السهوله، تعلمنا على ان نعيش بطريقه سهله ولا نفكر ونختار دائما الحل السهل. الحل السهل هو اكو دين واكو تراث والله ومحمد وكذا واتبع الحاكم والآمر وخلص. وهذا الدليل لأننا ناس عاجزين متكلين. يعني عندما يقول لك توكل، ما معنى توكل؟ مفهوم التوكل وليس مفهوم الدين. يعني مفهوم التوكل الديني انتشر، اصبح مفهوم التوكل الاجتماعي شعبي. فأنت عندما تتوكل على الحاكم، تتوكل على المسؤول، تتوكل على رب الأسرة أو رب، وهذه التواكليات مستمرة جعلتنا شعوب قاصرة، يعني فيها عيب خلقي بصراحة. يعني لدينا عيوب خلقية لا حل لها إلا أن نكون شجعان وندخل ونخوض مع الخائضين ونرفع هذه القداسة عن العالم، نزع السحر على العالم. واحد المعلقين يقول مو ماكس فيبر، لا، ماكس فيبر نزع السحر عن العالم، The Ancient The World، معروفة مقولة مشهورة هي أساسا. أنه شنو الفكرة؟ أنه العالم، الناس كانت ترى العالم بمنظور غيبي، يعني أنه هنالك إله وهذا الإله هو الذي يحكم هذا العالم، ونحن ما علينا إلا أن نندرج ضمن هذا العالم ونحاول أن نؤدي فرائضنا أو ما يحتاجه هذا الإله الذي هو يمثل الكلي أو المطلق. في الحقيقة هي هذه النظرة دمرت، جعلتنا لا نرى الواقع، لا نرى أنفسنا، لا نفهم ما يجري، وبحجة أنه يجب أن ننضوي وننخرط ونندرج ضمن القطيع الديني أو حظيرة الدين بالتعبير الإسلامي، ونتحول إلى رعيان، راعي ورعية. هذا المفهوم الحيواني ما زلنا إحنا مرتبطين به، وإلا شنو يطلع لك مليون واحد يمشون وراء شيخ؟ يعني مثلا أوكي على عين ورأس الشيخ، لكن أنتم لماذا تسيرون خلفه؟ هذه المشكلة العلمانية والحداثة تقول لنا تعالوا انخرطوا في العالم وإلا فأنتم سيتم لفظكم. أنت الآن يعني حتى نقول نتحدث عن الحلول، ما هو الحل؟ الحل العلمانية ليست هي الحل، جزء من الحل هي العلمانية، وليست كل الحلول هي العلمانية. يعني طبعا. تعال تحدثنا أن المجتمع العراقي قبل 60-70 سنة كان مجتمع علماني، لكن المجتمع العراقي الآن مجتمع ديني وبالانتخابات والغالبية العظمى. عندما تأتي إلى الحبيب بورقيبة، عندما جعل من تونس بلد علماني، الآن تونس كارثية. أول ما انتخبت الراشد غنوشي وحزب النهضة والأحزاب الإسلامية والمتشددين للحق والعالم كله، تركيا العلمانية وإذا بها الآن يجع رجب طيب أردوغان والأخوان المسلمين وغيرها، مصر اللي هي رائدة بالعلمانية، شبل الشمال، سلامة موسى، هؤلاء الناس الأفذاذ، طه حسين وغيره اللي بدأوا العلمانية، مصر وإذا بهم ينتخبون الأخوان المسلمين. مصر الآن إذا حدثت بها انتخابات سوف يفوز بها الإخوان المسلمين.
فأصبحوا بين مطرقة الإخوان والعسكر، مو هذا موضوعي. لكن حتى في سوريا، سوريا قبل 50-60 سنة بلد علماني، الآن عندما حدثت الثورة ثورة عظيمة، وإذا سحبت الإرهاب سحب البساط من هذه الثورة، هو اللي عملها. المصيبة ما هي؟ المصيبة أنه جميع الدول كانت علمانية ثم رجعت إلى غطاء إسلامي. رجع الإسلام مرة ثانية، إيران في عهد الشاه كانت بلد علماني، وإذا به يتحول إلى بلد ديني. هاي المصيبة اللي نعانيها. لذلك صاعدت التيارات الدينية، لأن هي موجودة كما العنقاء ظهرت من تحت الرماد مرة ثانية. هذه التجارب محلت إن الاستبداد ولا جعلت نعيش حياة أفضل. الاقتصاد تفاقم ودهور، الحياة السياسية دهورت، الحياة الاجتماعية دهورت، العسكر بدأوا يحكمون وبدأوا يعربدون على الشعوب. إذا ما هو الحل؟ الحل يجب أن نغير تفكيرها. الحل هو عند كلام جدا جميل لمن؟ للفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس، يقول بإمكان الناس تغيير حياتهم عبر تغيير مواقفهم الذهنية. صح، قول جدا عظيم. فقط غيروا مواقفكم، فقط غيروا اتجاهاتكم الفكرية، راح حتى حياتكم العملية راح تتغير. أما إذا بقيتوا مسكين برجال الدين، هذا يستحيل أن نوصل إلى أن نعيش كبشر. مو نعيش كبشر، أنت تلاحظ الحرب الأهلية بالعراق، الحرب الأهلية بسوريا، بالسودان، بليبيا، باليمن، العشرية السوداء بالجزائر، جميع هذه الدول يا ريت تبقى محافظة على حد أدنى للحياة، حتى الحياة أصبحت فيها أزمة. فإحنا ما نريد العلمانية وهذه الأمور الديمقراطية كذا من أجل أن نعيش حياة أفضل، فقط نريد منع التدهور. لا نعم، هو هاي المشكلة. الأول نمتع التدهور كيف؟ إنه لا، القضية إنه هو، أنا أعتقد الحل هو في علمنة الدين. الدين ما دام يعني هو المشكلة إنه الدين موجود، هو أرضية المعرفية، يعني واقع موجود لا نستطيع ربطه. كانت هناك محاولات لتحديث المجتمع، وهذه المحاولات سبقت العلمانية وسبقت الحركات العلمانية. المحاولات التحديث ليست ابنة اليوم، من أيام محمد علي، من أيام حتى داود باشا بالعراق. الدولة التركية بنهاية القرن 19 أيضا بدأت محاولات للتحديث. فمحاولات الخروج من أسر الماضي موجودة بغض النظر عن علمانية أو غيرها، أو ليبرالية أو أي حركات لا دينية يعني. فبالتالي الخروج من هذا الأفق هو يطلب من أدنى أن نعيد النظر في الدين. ما دام هو موجود وواقع موجود علينا لا ننكره، يعني ماكو داعي. لكن القضية وين الخطيئة؟ أخطر من موضوع الدين والعلمانية، قضية أنه تحويل الدين والعلمانية إلى قضية أيديولوجية، هنا المشكلة الخطيرة. نحن لا نريد في رأي الحل أن يكون قائما على الدين الديني أو العلماني، لا. القضية لأنهما كلاهما ليس هدفهما توحيد الناس، بالعكس كلاهما فرقا الناس، نشر الحروب، دمروا المجتمعات خاصة في مناطقنا. عندما أنا تتهم العلمانية تنتصر للديني، لا، اثنينهم ارتكبوا الأخطاء، كلاهما ارتكبا أخطاء هائلة في حق المجتمعات. إذا كان صدام علماني أوكي موافق، إذا كان عبد الناصر علماني أوكي موافق، لكن أيضا خميني علماني ديني، أيضا القرضاوي ديني، القاعدة دين، داعش دين، الإخوان دين، هؤلاء أيضا دين. هؤلاء قدموا تجاربهم، كلا الطرفين قدموا تجاربهم ومحاولاتهم بغض النظر عن تقييمنا لهم يعني الأخلاقي، كلاهما ارتكبا أخطاء كارثية. والسبب في رأيي أننا حولنا الدين إلى يعني جعلنا من الروحي أو الديني حركة أيديولوجية سياسية، وأيضا جعلنا من العلماني أو الرؤية الدنيوية للعالم حركة أيديولوجية علمانية. الحل هو الخروج من الأفق الأيديولوجي. فليكن الدين موجود، فليكن العلماني موجود، لكن العلماني يجب أن نفهم هناك رؤية علمانية وهناك أيديولوجيا علمانية. عندما نفرق بين الدين والحركات الدينية نعرف هذا الفرق. الدين موجود، هو فكرة يسمونها الدين الصحيح. طبعا الدين الصحيح هو فكرة موجودة في الذهن، ويقول لك الدين الصحيح موجود وكل هؤلاء لا يمثلون الدين الصحيح. ما هو الدين الصحيح لا تعرف، وماكو شيء بالحياة اسمه صحيح.
وكل الأشياء فيها نسبة خطأ. على كل حال، فالدين الدين كرؤية للعالم، رؤية غيبية للعالم، وتطالب العالم بأن ينضوي تحتها أو يخضع لشروطها أو تندرج ضمنه بشروط الدين أو شروط النص المقدس، هذا يفرز من عنده حركات أيديولوجية. المذاهب الدينية هي لا يوجد دين صحيح، لا يوجد دين صافي، كل الأديان تطلع تشتق من أدها مذاهب وتيارات وأحزاب سياسية دينية. العلمانية نفس الحالة، تفرز ماركسية، تفرز شيوعية، تفرز قومية، ليبرالية، ديمقراطية، يعني هذه الكوكبة من المنتجات. خلي يصير برأيي أفق العلم من الدين، يوجد دين صحيح لا بأس، لكن هناك علم للدين، انخراط من الواقع، علم للعلمانية، وانخراط في هذا الأمر. نحل المشكلة، لا نتصارع فيما بين، يعني نقبح ونشوه في العلمانية، والعلماني أو الليبرالي أو الملحد أو الكافر أو أي سميه وتبع يشوه بالديني ويقرع فيهم ويتصيدهم. طبعا هم كلهم ثقوب، الدين بأكمله مليان ثقوب من رأسه إلى أخمص قدميه، فيه ها. والعلماني أيضا فيه ثقوب، بس هي القضية مو الصراع، احنا نخرج من أفق الصراع ونضع سقف الصراع يكون في تكوين، لأن هي القصة كلها على شنو؟ يعني هي كل القصة، القصة انها نريد نعيش في مجتمع عادل، هنالك مجتمع يعيش بطريقة عادلة، هذا الحل السليم، هذا هدفنا، سميها ما شئت. هذا السقف أنا أعتقد هو فقط إعلان حقوق الإنسان هو الشيء المناسب، هذا نلتزم به كما هو بدون أي نقاش. بدون إذا سمحت أستاذ منصور، عندي نقطتين طبعا هي كلها تعقب على كلامك. نعم. أنت تعرف الديانة المسيحية كم أجرمت في العصور الوسطى وكم استبدت؟ كل الحروب الأهلية والمجازر كانت من تحت المؤسسات الدينية، كم حاربت العلم وقادة الحروب الصليبية، ويعني إذا يوجد مجرمين هؤلاء رجال الدين في العصور الوسطى، هتر مسكين طفل صغير قياساً بهم، قياساً بإجرام 100,000 سنة، كان 1,000 سنة. الآن المسيحية كيوت، هذا قلمة وأظافرها وشنعة وانيابها، وإذا بها جمعية خيرية حالها حال جمعية خيرية تدعو إلى محبة الله وتسامع، لا تتدخل بدولة، لا لها علاقة بأمور سياسية، لا توجد أحزاب دينية وغيرها. إذن المشكلة مو بالديانة المسيحية، المشكلة بمن؟ المشكلة برجال الدين البوذية. الآن البوذية باليابان ديانة رهيبة، لكن خلي اللي يصير بهم يصير بالعراق، وخلي رجال الدين يتحكمون. اليابان حسب لها 5 سنين تصير هذا حال العراق وسوريا، ولا اليابان قتلهم، قتلهم ضربة واحدة، جمعهم جبل على جبل وقتلهم كلهم. الحاكم اعتقد 1850 صحيح، نسيت اسمه، هو هذا المؤسس الياباني بترهم نهائي، بترهم إيه. اذا المشكله مو بالدين، عمر الدين ما كان مشكله، المشكله اللي ينطقون باسم الله واللي ينطقون باسم الدين والمؤسسات الدينيه، هذول المصيبه. هو هذا اللي انا قلت لك سميته ادلجت الدين، ادلجت هي هنا تكمن. هاي اول نقطه. ثاني نقطه بالنسبه للعلمانيه، العلمانيه أنا ذكرت حتى مع أحمد عزايد صديقنا المشترك، العلمانية تختلف من فرنسا إلى إنجلترا إلى أمريكا. اللائكية الفرنسية اللي هي العلمانية الفرنسية معادية للدين والدين معادية لها، لماذا؟ لأن رجال الدين في فرنسا مو مثل إنجلترا، مجرمين درجة أولى وحاربوا التنوير وحاربوا المفكرين، فحدثت بيناتهم حروب دموية. طيب هاي العلمانية الفرنسية هل تنفعنا؟ هل نقوم بقتل رجال الدين والمؤسسات الدينية ومنعها؟ حتى سووا ديانة جديدة بعد الثورة الفرنسية في 1789، عملوا ديانة جديدة قالوا وبقت 10 سنين 15 سنة وانتهت. فالعلمانية الفرنسية معادية للدين، فيما بعد لا تعدلت. تعال على العلمانية في إنجلترا من الماغنا كارتا إلى كرومول إلى الثورة المجيدة 1688، فيما بعد لا أصبح انتقال سلمي لحد اليوم. الملك تشارلز الثالث هو رأس الكنيسة الإنجليكانية، صح أم خطأ؟ هو رمز، أحد الرموز، أحد الرموز يعني حسب دستورهم. تعال إلى الديمقراطية بأمريكا، مساواة الكل أمام القانون. يعني توماس جيفرسون عندما أراد أن يكتب الدستور
كانت الغالبيه من الشعب الامريكي تريد دستور ديني. لكن هو هنا العظيم، هو هنا الحاكم الحقيقي. الحاكم الحقيقي مو اللي يصير خلف الشعب، لا، هو قائد ويقود الشعب معه. اكد على دستور علماني، ولذلك الولايات المتحده الامريكيه من 1776 لحد يومك هذا شعب عايش اعظم اقتصاد بالعالم، اعظم قوه عسكريه، اعظم قوه بالعالم على الاطلاق. فهاي نقطتين حبيت اذكرهن. لا هو مهم، هذا كلام اضافه مهمه جدا، يعني هاي لابد ان يعني نغور في تفاصيل الامور بهذه الطريقه. هذا الفرق بين النموذج الفرنسي، هي هنا سبب تشويه العلمانيه. عندما يجي يتحدث لك عن علمانيه ياخذ النموذج الفرنسي، بالحقيقه النموذج الفرنسي هو النموذج السيء. اجى وطبق الشاه وطبق اتاتورك بعنف، اتاتورك وايضا اللي هو اتاتورك معناها ابو تركيا، وايضا بورقيبه الى حد ما ايضا بنفس الصرامه نوعا ما، بس مش مو بالصرامه الشديده جدا. هذا التطبيق العلماني بهذه الطريقه شوه صوره العلمانيه. رجال الدين خشوا على مناصبهم. لكن هي المساله وين المساله؟ احنا لا ننتصر للعلمانيه ولا نريد ان ننتصر للديني، لانه كلاهما خطاب ايديولوجي. نحن نريد ان نخرج من خطاب الايديولوجي، فليكن لا باس، لا بد من وجود ايديولوجيا. يعني ماكو ما يعني لا يستطيع اي انسان ان ينفي تحيزه لهذه او تلك، لكن علينا ان نضع هذا. كما قلت عندما سقط الدولة العثمانية شعرنا بأننا عرايا، وما زلنا عرايا، ما زلنا لا نستطيع أن نؤسس دولة، لا نستطيع أن نتوحد فيما بيننا. الهدف هو أن نتوحد فيما بيننا، الديني والعلماني أو الديني والدنيوي أو الحركات الدينية والدنيوية هي التي فرقتنا، هي سبب كل مشاكلنا. فبالتالي عليهم أجمعا أن ينضويا تحت سقف واحد، وهو سقف العدالة، سقف الحقوق الإنسان، الإنسانية المشتركة. هذا السقف هو يكفينا، فليأتي متدين يشكل حركة دينية، العلماني فليفعل ما يشاء ما دامت هنالك عدالة ومبادئ الأساسية والقيم الأساسية، أو ما يسميها ذكر فولتير بالدين الطبيعي. إنه هنا سؤال من أحد الأصدقاء. نعم. يقول العلمانية تعتمد على العقل والمنطق، كيف السبيل لعلمنة الدين؟ يقول المهم أن تطبق الدولة العلمانية في قوانينها ودستورها، والمتدين وقتها حر بعقله. لا يوجد علمانية، هذا أنا استغرب هذا. يعني أحنا ماكو واحد علماني، يعني شنو علماني؟ هي علمانية هو نظام بالدولة، لكن ماكو شخص علماني. أكو شخص يقول ماركسي، ليبرالي، قومي، شيوعي. لا السؤال كيف يتم علمنة الدين؟ كيف يتم علمانية الدين؟ كما جواب الأسرة، كما موجود الآن في الكنيسة في أوروبا، كما موجود بالديانة البوذية، أنه يصبح مجال العبادات والدعوة لله والروحانيات، ما يتدخل بالشأن العام، ما يحاول يغير نمط حياة البلد، يتدخل بالأمور السياسية والاقتصادية وغيرها، ما يشارك بانتخابات وأحزاب. أنا أوافقك، لكن المشكلة وين؟ المشكلة هل هذا ممكن؟ وهنا يبقى سؤال الإمكان، هل هذا ممكن؟ أنا أعتقد بظرف الراهن بعد هذا التراجع الخطير على المستوى الحضاري والثقافي والمعرفي في مجتمعاتنا، وهذا الانحلال المرعب الذي نعيشه جميعا، انحلال القيمي والأخلاقي، والأخلاقي مو معنى الجنس وما الأخلاقي الإنساني، يعني أقصد القيمي يعني. فهذا الانحسار والتفكك الهائل بيننا الذي جعل أحيانا مدن مدينة واحدة تنقسم إلى 20 قسم، بدلا من أن تتوحد وتتشكل في نظام ودولة يعترف ينضوي الجميع تحت قانون ودستور واحد يجمع الجميع ويحترم. ومثل ما الآن في أوروبا تجد الخلافات لا أول لها ولا آخر، لكن كل ينضوي تحت سقف واحد. هذا السقف لا يمكن تجاوزه، وهو سقف الحريات الأساسية وخدمة الناس وتحقيق العدالة. تحقيق العدالة هو الأساس، مو العدل. العدل يختلف، العدل سيء جدا، العدل بالمفهوم الإسلامي أو الديني سيء جدا، كله عنصرية وتمييز عنصري وتمييز جنسي وحدث ولا حرج. فالقصد هذا الحل الوحيد كما قلت أنت، أنه علينا أن ننخرط في العالم، هاي بساطة
نكون ضمن هذا العالم، وليكن المتدين متدينا، خليه يشترك بالحيز العام، ماكو مشكله. انت تحدثت عن اللائكيه وتطرفها، لكن ما خلينا يجي الديني، ما يعني هذا الحل السليم، لانه ولا يتصادم الجميع وتنتشر القلاقل. بعد خلينا نشوف الاسئله برايك شنو اللي انا صديقي يقول في اوروبا لا يوجد دين على الارض، مجرد تراث، يعني اشبه باللوحات الاغريقيه والتماثيل وكذا. بالفعل يعني هذا الشيء لطيف يعني الدين موجود هسه. احنا قبل يوم شاهدنا كرنفال ديني، بس هو كله رقص وفرح، طقوس يعني. ايه طقوس ما تأثر لا يقود الحياه ولا يأثر في المجتمع ولا يحاول يغير نمط المجتمع. لا يعني خليه يقود، ما عنده مشكله. هسه انت شفته مو جاي يقود، هو سوى دمر لانه حركه ايديولوجيه يعني بالحقيقه، هو مو دين. هو الدين لا يمكن ان يقود يشكل دوله، يعني الدوله مفهوم الحديث مختلف. عندما يجي يتحدثون عن دولة، الدولة بمعناها الإسلامي تداول بين عائلة وعائلة. عندما يقال هناك دولة بني أمية، وانقلب الحال من دالت عليهم وانتقلت إلى دولة بني العباس، يعني هنالك أسرة هي هاي الدولة بالمفهوم السلطاني. دولة هناك أسرة تجلس في قصر وتتحكم بالناس وتتصل برؤوس القوم، وهؤلاء هم والولايات، كل واحد يجيب الحصة مالته ويسلمها للحاكم أو الخليفة الأكبر اللي هو من دولة بني فاطميين، أو دولة بني عثمان، أو دولة بني صفوي. هذا النموذج الموجود عندنا فقط، لكن علينا أن نخرج من هذا النموذج. هذا النموذج فاشل ولا يشكل دولة. الآن أنت الدولة القديمة، هل ممكن أن تسوي مناهج للتعليم للتربية والتعليم؟ هل ممكن الدولة مسؤوليات الآن هائلة ما لها علاقة بالدين؟ شنو علاقة الدين الآن بتوفير فرص العمل؟ الآن مثلاً أنت في بغداد ما عندك خدمات، أنت تريد خدمات، خدمات كلها سيئة، الشوارع تعبانة، صحياً ما عندك ضمان صحي، ما عندك ضمان على حياتك، على أشيائك، على بيتك، ما عندك ضمان لأولادك، ما عندك أي ضمان لأي شيء. فبالتالي هاي شنو علاقة الدين بها؟ انت تصير تحكم لي باسم الدين، ما علاقة الدين بهذا الموضوع. لهذا السبب هو فاشل، هو هدفه الوحيد ان يتحكمك ويستعبدك ويسيطر عليك ويتحكم بامرك ويحولك الى قربان لمشاريع التي لا تنتهي، استشهادية وقتال هنا وهناك، لا تتوقف. ما تتوقف، ما عنده غير هاي. نعم نعم، الدين عندما يحكم اذا الاخر كافر، الاخر معادي. الدين يستبدل لك روح المواطنة بروح الايمان. اسمعك راح اشرب ماي، بس روح اشرب. داخل بلد واحد، داخل البلد الواحد كعراقيين، أنا أخويا المسيحي والصابئي والكردي والأيزيدي والملحد واللاديني والسني والشيعي كلهم أخوتي، لكن الدين يقول لا، روح الإيمان. أخوك المسلم اللي مثلك، تعالوا على فد نقطة جدا مهمة تثبت لك أن العلمانية هي أفضل نظام يجب أن يسيد الدولة. أفضل نظام يسيد الدولة العلمانية كيف نعرفه؟ أنت إذا عندك سنين جيران، جار حشاك مهتلف وجالس في كوخ، وجار جالس في قصر ومرفه، أكيد راح تطمح لجارك اللي جالس بالقصر المرفه. انظر إلى الكرة الأرضية، ستجد أن جميع الدول المتطورة والمتقدمة بالضرورة هي دول علمانية، وأن جميع الدول البائسة والتعيسة هي بالضرورة مبتعدة عن العلمانية، بما فيها الصين. راح تقول الصين الاقتصاد وتطلب أمريكا وكذا، لا، الصين تنظر لي على المواطن. المواطن الصيني حتى على مستوى الاقتصاد لا يوجد عندهم سقف أدنى للأجور. المواطن الصيني يهرب لأوروبا ولأمريكا من أجل أن يعيش. حزب واحد يتحكم بالشعب بأكمله، لا توجد حريات ولا يوجد حقوق إنسان ولا توجد أحزاب ولا حريات ولا كذا. فعندما تنظر لي تجد أن العلمانية في اليابان، في الاتحاد الأوروبي، في أوروبا بشكل عام، في أمريكا، كندا، أستراليا، تجدها كلها دول محترمة. طيب تعال لي على الدول الدينية، إيران، العراق، السودان، اليمن، سوريا، مصر، ليبيا، الجزائر، كلها دول تعبانة، كلها دول رغم أن أغنى ثروات العالم بها شعوبها أفقر شعوب، وكلها تهرب إلى دولة علمانية. والآن ذكرت قول علي الوردي، نعم، يعفو كل جماعة السوشيال ميديا اللي يقول انه المواطن العربي العراقي هاي لو خير
ينتخب في بلد الدورة، ينتخب في بلد الأحزاب الدينية ويروح يهرب يعيش في دولة ألمانية. أي تعرف ليش؟ أنا راح أقول لك ليش. أنا وأنت وغيرنا اللي خرجنا من التراث الديني، لكن ما خرجنا من الدين والخير، ما لنا علاقة به، رضعنا مع حليب أمهاتنا الخوف. صح. نحن نتعبد لله حتى إذا نصوم ونصلي ونقرأ القرآن ونحفظ القرآن ونزور أهل البيت ونحبهم، مو عن حب، عن خوف من القبر والعذاب ورب ينتظرنا يصمت مذهبنا هناك بالآخرة. هكذا هي علاقتنا بالله، مو علاقة حب مثل ابن عربي وسبينوزا والحلاج، مو علاقة حب وعدوية رابعة العدوية، علاقة رهبة خوف. وأقول لك فشي آخر، أي إنسان تخاف منه لا يمكن أن تحبه، أي إنسان، أي، فحتى الله إذا تخاف منه ما تقدر تحبه. لذلك هاي الثقافة العفنة، هاي الثقافة العفنة جعلتنا أنه أنا بالعراق حرام علي أنتخب حزب علماني، فأنتخب حزب ديني حتى بالآخرة رب العالمين لا يحاسبني ليش انتخبت حزب علماني، لكن أعرف أنه هذا الحزب الديني راح يطيح حظنا، راح يدمر، أهرب أين؟ إلى دول علمانية. هذا هو الحال صديقي. إلا هو أنا عندي أيضا تفسير هو هذا فعلا، وهذا الكلام، لكن أنا برأيي انه المواطن العادي او الانسان، ماكو مواطن هنا عندنا، عندنا تابع ويقولون اتباع فلان، يعني علنا، يعني اعتبر هاي عار على انسان يقول انا من اتباع فلان او من رعيه فلان او اقلد فلان، اي يعني عيب، يعني شنو اتباع، يعني ما اريد اذكر اسماء يعني. على كل حال اقول له انت عندك عقل لهذا الانسان المفترض اللي عيب، يعني الإنسان تحترم نفسك أنت تقول أنا من أتباع فلان وتفتخر وتهتف وأنا من أتباع، شنو أتباعك أنت يعني والله عيب. على كل حال فهي الفكرة أنه الناس تعرف مدى بطش هؤلاء، مدى استبدادهم، ومدى أسوتهم واستعدادهم لأن يسحلوك بالشارع. يعني ميسون يعني تقول إشارة من أصبح ميسون راحت مني ميسون ميسون تقول عبارة جيدة، تقول هو الدين قائم على الخوف، وإلا لما دام وجوده منذ البدء كان الخوف هو سبب لوجود الدين. صحيح، حتى في العصر البداية قبل الزراعة وكذا كانت تخوفهم ظواهر البرق والرعد وكذا، فاخترعوا آلهة لهم. يعني شوف حتى الفيلسوف كانت عندما ألف نقد العقل الخالص وبالتالي نسف لك الدين بالكامل، وحتى رجال الدين كل شخص رباله كلب سما كانت، يعني كانت عمل فد شيء قبل كانت يختلف عن بعد كانت، لم يلبث كانت ان الف نقد العقل العملي وقال انه لابد من وجود اله حتى بما معناه انه يعني انت تعيش طول عمرك مظلوم وتموت، وانا اعيش طول عمري ظالم وموت وانتهى، لابد من وجود اله حتى نتحكم. برتراند راسل قال انه عذول كانت، كان من هو الطفل رضع ويا حليب أمه الإيمان المسيحي، ما يستطيع أن يتخلى عن هذا. فكليتنا وهنا نقطة ضعفنا، لازمين رجال دين من إيدنا توجعنا. أنا كثير من أصدقائي تخلوا عني لأن يعتقدون بأنني تركت الدين، وأعلم أني لا ترك الدين ولا ملحد ولا لا ديني ولا أتهجم على الدين، أتهجم على رجال دين المؤسسات الدينية بحد ذاته. هذا أصدقاء عمر تخلوا عني، يعتبروني أنه يعني طلعت عن وهذا هو رجعنا اللي قلت لك عليه، انه احنا فهمنا الدين غلط، او فهمنا نعتقد بانه الدين هو يعني فيه حريه وتسامح، والبعض يتحدث لك عن القيم الانسانيه الخالده في الدين. لا، الدين هو يعني اداره شؤون القطيع، فن اداره، حظيره فن. صحيح. تشكيل حظيره فيها اتباع مخلصين يدودون عن حمى الدين، فيها حراس للدين، وعندما يجدون شخص يتحدث في موضوع يمس الدين قريبا أو بعيدا فورا يؤشر عليه. شوف صديقنا رعد، اسمه رعد، رعد صالح، يقول راح من عندي تقدير تقرأ لي، يقول وعاض الدين هم الخط الأول للدفاع عن الدين والمذهب بشكل مباشر، وهم أيضا دعامة الطائفية والخرافة والتضليل بشكل غير مباشر. هو هذا صحيح؟ صحيح. نقطتين أقول للرائد، أقول له أولا أنا شاهد عيان على الحرب الأهلية بالعراق اللي قادتها رجال الدين وكذلك كل دول المنطقة. ثاني نقطة اللي أقولها، في أحد المرات كنت أتناقش مع صديق
صديق يعني سنين طويلة ونحن نزور وكذا، يعني عشرة عمر، فذكرت لي أحد الأمور اللي موجودة خاطئة عندنا من المفروض كذا، فصوفا قال كلامك صحيح، قال لكن أنت إذا قلت هذا الأمر ترى الدين مثل قطع الدومنة يعني راح يتهدم بأكمله، وقال لي كلامك يعني ما رغم أنه صحيح ما نقدر نطبقه. لذلك صار شجاع خليه يتهدم، شنو المشكلة نسوي دين؟ لذلك شوف رأيي يقول يعني وهم الدين هو، فهؤلاء هم خط الدفاع عن الدين، لذلك يرفضون كل تجديد. لماذا يرفضون كل تجديد؟ لأن يعرفون هي مقر مثل قطع الدومنة. بالأخير ها توجد نقطة أعتقد أهم شيء راح أقوله أنا بهاي الحلقة على طاقة والآن تذكرته. شوف صديقي، أي نعم لا صديقي منصور، نعم وراح تستغرب لما سوف أقوله. يجب على رجال الدين هم الذين يقودون، مش على العلمانية والتنوير وليس صح. المثقفين والبقية راح تسألني معقولة؟ نعم يجب على رجال الدين، شيعة سنة دراويش متصوفة وهابية، هم الذين يقودون مش على التنوير والعلمانية. لماذا؟ راح أقول لك لماذا. قد يستغربون جمهور. قد راح يستغربون كثير من المشاهدين، رجل الدين يقود التنوير. نعم تعرف ليش؟ من عهد الدولة الأموية لحد اليوم رجل الدين ينسحب حذاء الخليفة، طول عمره ذليل وممكن يكذب وينافق بدينه من أجل أن يخاف من الخليفة، يخاف من الحاكم والرئيس اليوم، وأيضا ممكن أنه ما يستطيع أن يقول شيء لأنه يخاف، وممكن يبيع دينه لأنه يخاف، وغيرها من هذه الأمور. فهو إنسان محتقر مذل مهان طول عمره من عهد معاوية بن أبي سفيان لحد اليوم. لكن عندما يكون هناك تنوير، هذا راح يكون إنسان محترم كما الآن القساوسة محترمين بالكنيسة. هذا ما يستطيع أن يأتي مانويل ماكرون ويقول أريدك اليوم تتكلم عن كذا أو هنا أو فتين أفلام فتوى أو كذا، واضح الأمر؟ فهذا يحافظ على كرامته، بس هم من لهم الكرامة؟ لا لا هو هي لا أكو لا أنا أكو مشكلة عندنا أكو فرق بين علاقة الدين بالدولة في عالم الغرب المسيحي وعلاقة الدين بالدولة في عالمنا العربي الإسلامي. أنا أعتقد أن رجل الدين هو الذي يتحكم بالجموع وليس السياسيين، بدليل يعني أنت ما شوف أيام الربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي اللي هو إسخام عربي السخام العربي، هذا فرزنا أسقط الحكام، لكن ظهرت الحقيقة وعلينا أن نتعظ من هذا. الحقيقة ظهرت أن الشعوب هي شعوب متدينة ولا تفهم شيئا غير الدين. لماذا؟ لأنها مختطفة من قبل رجال الدين، مع احترامنا لبعض منهم يعني عموما هؤلاء مختطفين من قبل رجال الدين ويسيرون خلف كل ما يقوله رجلي، يقول هؤلاء كفرة هؤلاء كذا، يتطيرون من أي شخص من أمثالنا خاصة اللي إحنا على الحياة، يعني إحنا نطرح مواضيع ونناقشها ليس بهدف تعبير عن يعني إن أنا أقول مثلا هاي شخصية أحمد الفارابي أو شخصية منصور، لا إنما هنالك موضوع نتحدث عنه. هذا الموضوع هو معرض اهتمامنا، لا يعني أنني أتبنى هذا الشيء أو لا أتبنى، إنما هنالك موضوع مطروح للنقاش، موضوع للجدال بطريقة منفتحة. هنا القضية، فعندما هي هاي تاريخنا العربي الإسلامي، هنا المشكلة بأنه سيطروا على الشعب الشعوب العربية الشرقية تمام رجال الدين، وأصبحوا مجاهرين تماما، وأصبحوا يبيعون ويشترون بهم لصالح الحكام. الحاكم إذا يريد يتصل بالشعب بالشعوب ويحركهم، لابد أن يتصل بمن يبيع ويشتري فيهم. الدول الكبرى الآن أمريكا عندما أجت للعراق، المن سلمت الدولة؟ سلمت لها لماذا؟ كان أنا ما أثق بواحد علماني أو ليبرالي، هذا ما عنده سلطة، ما عنده جمهور، أنا أريد بلد يجي واحد يسيطر عليه ويبيع لي أيامته ما أريد، يبيع ويشتري يساومني عليه، أحسن لي ما أتعامل مع ملايين يطلعوا لي بليلة ظلمة وما أعرف شو أسوي. المهم أكو نقطة مهمة أستاذي، بالدولة الشمولية والدين أيضا شمولي، مثلا الاتحاد السوفيتي أكثر ناس مقتن للشيوعية هم الروسي، هم الناس اللي كانوا تحت الاتحاد السوفيتي، أكثر ناس مقتن للشيوعية في الصين هم الشعب الصيني، لأن عايشين ويلاتها ومستبداتها. فكذلك الدولة الدينية أكثر ناس استبداد كرها للدين، وأكثر بلدان تحتوي
كفر لد يعني كفر بالدين والحاد هي البلدان المتدينة اللي تفرض ظاهر الدين على المجتمع. هذه سوف تكون تنتج أجيال منافقة، أجيال تعمل عكس الدين أضعاف مضاعفة بالسر، أما بالعلني فيذهبون الصلاة جمعة وغيرها بأكملها. إذا أنت من أجل الله حبا بالله، حبا بالله إذا تحب الله، إذا كما يقول هذا الشاعر إذا الله عنده يمك خاطر، إذا تحب الله لا تعمل، لا تجعل الله دكتاتور باسمه تحكم، لا تجعل الله طاغية ترعب الناس به. الدين يجب أن يكون عن قناعة وعن محبة ومكان هناك موجود بالمسجد وفقط. هذا بس أحلام بس بالحقيقة هو الدين هو طاغية هو طغيان، هو معنى واحدة من معاني كلمة الدين هو الامتثال والطاعة والخضوع والذل، واحدة من معاني الذل أن تكون ذليلا. المتدين يجب أن يكون دليلا وهو يتعبد ويقول أنا دليل. هي لابد أن نعترف بهاي الحقيقة. أنا العبد، أنا العبد، أنا العبد الحقير الأحقر الذليل المسكين المستكين بس ما يقول بين 60 كلب وغير يعني إيش دعوة بالعكس. هي هذا الدين، هذا الدين يجب أن نعترف ولله العزة. لماذا ننكر هاي الحقيقة؟ لماذا هذا السؤال يجب أن نتجاوزه. المشكلة تعرف شنو المشكلة أستاذ منصور؟ كما قال منصور حبيب قلبي كما قال الإمام علي القرآن حمال أوجه، يعني مهما تحاول رجال الدين يطلع لك منها يلوف لك منها لو توذب أنت كذب ممكن يكذبون. لماذا يكذبون؟ من أجل الدين، هو يكذب من أجل الله وكأنه هو مقتنع بداخل. طبعا هناك فتاوي أيضا بإمكانك أن تكذب من أجل عقيدة أو كذا وغيرها طبعا زين. هنا عندي حلقة عن الكذب، الكذب في الدين عندي حلقة خاصة عليها. تركت صلاة الجمعة أكثر من عامين عندما أسمع الخرافات أضحك. صديق هنا يقول الدين هو نظام عفن أتى من عصور ظلام الوحشية. صديق آخر يقول الأفكار الدينية الموروثة مجانية بدون ضريبة على العكس من العلم والمعرفة حيث يجب عليك طبعاً. أن تدفع ضريبة وقت صحيح. شغل شغل. هنا عندي تعليق ويا ستار لمحت بي أفلام خلاعية. يقول أكثر الدول المسلمة هم الأكثر مشاهدة الأفلام الإباحية وهم الأكثر طلبا للهجرة من بلدانهم، هم الأكثر هجمة على ما يسيء لبياناتهم، هم الأكثر شعوبا لتخريج دواعش وغيرهم. صحيح داعش بنتنا، لا تقل لي أمريكا والغرب ولا يجوز أيضا معركة الجمل أيضا أمريكا دخلت بها والصهيونية والاستكبار العالمي. مؤامرة ماسونية. الجمل هو الجمل الماسوني. دواعش يمثلون التراث الإسلامي بحذافيره، أقول التراث مو الدين، يمثلون ما يوجد في الأصحاحات الستة بالكامل وكذلك البقية يمثلون ما موجود بالتراث. وداعش هو الدين الصحيح والآن ولاية الفقيه هي الدين الصحيح، هو هذا الدين الصحيح. يجب أن نعترف هذا الدين بغض النظر عن تقييمك إله، هو هذا علينا أن نقول هذا الدين. يعني لا نجمل الأمور ونقول لا هذا ليس الدين الصحيح وهذا التشويه للدين وهناك متاجر الدين. لا هاي الحقيقة. وعندما يقول لك هسه قبل شوية قلت إنه القرآن حمال أوجه، هو مو حمال، هو 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 هكا هو حمال أوجه، يعني هو وجد ليؤدي وظيفة حمل الوجوه، لأنه يعني مع احترامنا للنص المقدس أنا الآن في معرض جدال ونقاش موضوعي، هو نص أدبي فبالضرورة حمال أوجه، يعني لابد يعني هو وجد لكي يكون حمال أوجه، هذه وظيفته وليس ميزته أو الاحتجاج بأنه لا. يعني هذا كلام حتى يعني غريب، البعض يفتخر. يجب أن يكون النص الديني مرتبط بزمانيته بالوقت اللي حدث فيه. حتى الآن توجد الفتاوي حكم الردة وقطع اليد وغيرها وبأكملها موجودة، وكأنه هناك كما ذكرت مع أحمد سعد زايد هناك قانونيا قانون ديني لا زال موجود وهناك قانون البلد. في أوروبا لا يوجد في كل دولة إلا قانون واحد والكل خاضعين إليه. صديق هنا يقول أي شغلة هو يعني تقريتها أنه هاي هي واحدة من مبادئ هاي علمنة الدين، أنه تعال أوكي الدين انت معجب بالدين خلي يلا بالعافيه عليك، بس راجعتوا ولا واحد منهم راجعه لحد الان ما قدموا. يعني تخيل تاريخ 1400 سنه ما قدموا الا بس اربع فقهاء،
تخيل هذا يعني، يعني ما هي ما هم اوكي تريد تقول الدين هو السيد العالم ويتحكم بالعالم، ما عنده مشكله تفضل. ماذا قدمت؟ هل جاوبت على الاسئله الكبرى الان؟ هل اعدت النظر بعلاقه المسلم او المتدين بالعالم وبالاخر؟ ماذا قدمت لي؟ اين مشاريعكم؟ انت تدعي فقط انه الدين هو الصحيح وان الكل كفره، اوكي، وبعدين هل هذا هذا هذه وصفه للدمار، وصفه للحروب التي لا تنتهي، وصفه للخراب، وصفه لتحويل الجموع الى حشود عمياء دغماء دهماء، وبعد ذلك يتحججون بانه هاي شعوب هي دهماء وجهله. يعني هو يربي الجهل داخلهم بعد ذلك يتهمهم بالجهل. نابليون بونابرت اراد ان يتزوج، لكن هو متزوج في الكنيسه ما تسمح له، يعني تعرف زواج كاثوليكي مدى الحياه ومدى واحد يعني. فجبر البابا قال له هسه تعقد لي لو اطقك بالدهن بما معناه. لا بالفعل عقد له. من عقد له؟ تخيل نسف لك الدين المسيحي بالكامل والان المسيحيين باكملهم يتزوجون اثنين وثلاثه ويطلقون وعايشين حياتهم. الديانه اليهوديه اعتقد عندهم الاسماك حرام او نوع من الاسماك او في يوم معين السبت ما اعرف. حراشف اللي بيها حراشف. احسن. فحدثت عندهم يعني نقص مواد غذائيه وكذا، فقسم من عندهم نسميهم اللوتيين او قال الديابل خلنا ناكلنا احنا راح نموت من الجوع، فبداوا ياكلون النبذه. واذا بالمجتمع اليهودي باستثناء قليه بداوا ياكلون هذا الامر، ياكلون عبر الاسماك. اكو نقطه جدا مهمه، انت تعرف النظام العبوديه بالاسلام؟ نعم. هذا كارثي وانا ما اريد اتدخل به لان حتى لا افهم اني اتحدث عن الدين وسيله. بكل الاحوال اتى المستعمر الغربي وقال ممنوع بعد عبوديه، القانون العالمي لحقوق الانسان وغيره، قالوا انه البشر كلهم سواسيه. انت تعرف العرب والمسلمين لعبوا حيه ودرج مع المستعمر، يعني محمد علي باشا واسماعيل خديوي يضعهم في السوق، عندما تاتي لجان يهربهم مثل عصا صدام من كانوا ياتون اللجان تفتيش يهرب بالمواد منهم منهم. لحد السعوديه سنه 1966 يوجد فيديو يشترون عبيد باب الكعبه صح في مكة. وفيديو عمان البحرين ايضا بخطر لحد سنة 1986 بموريتانيا العبودية لغت. فلماذا؟ لانها مذكور بالقرآن الحر بالحر والعبد بالعبد. هو لا يستطيع ان يتقبل روح العصر ولا يستطيع ان يتقبل ان الناس احرار. لحد الان بالفتاوي موجود اذا كانت المرأة حرة حكمها كذا، واذا كانت امه قل له يا ابا منين اكو امه؟ ما لا توجد جواري. او اذا فطرت تعتق رقبة. طيب يا أخي رقبة من أعتق؟ راح يجابك يقول لك لا صح ماكو رقبة. بكالها ضعف دوس. قل له من البلغة ده يكتب إذا صمت أو فطرت والتصايم ادفع فلوس. أنت شنو مكلب لي بهاي مال أعتق رقبة؟ لذلك إذا أريد أن تبني للتراث الإسلامي، تعرف لمن أنتمي؟ علي بن محمد صاحب الزنج، ثورة الزنج. هذا رجل عظيم. من علي بن محمد صاحب ثورة الزنج. هو قبلها جلس. إذا أريد أنتمي للتراث الإسلامي للتاريخ الإسلامي، أنا أنتمي لهذا الرجل. أنتمي إلى علي بن محمد صاحب ثورة الزنج. هذا اللي الرجل اللي حرر العبيد مجاردين وفقوا ضده، ولا الملياردير أصحاب القطاع الأراضي الزراعية وغيره. كل الناس أحرار. 15 سنة هذا الرجل عظيم. هذا فلتة في تاريخ الإنسانية، فلته. يعني ما تفوق عليه الا سبارتاكوس قبله ب 3000 سنه تقريبا. حرر العبيد. مع العلم انا اقول لك يا حتى الامام الحسن العسكري وقف ضده، يعني يعني قال لا هذا خاطئ. بكل الاحوال لا نجعل الدين يجردنا من انسانيتنا. الدين اللي يجردك من انسانيتك هذا الدين شيله ذبه بالزبل. لا والله الدين يرفع قيمتك، يحفظ كرامتك. لا والله هذا تخلي على راسي. هاي شلون؟ هاي شلون؟ ما ترهم. انا برايي ما ترهم، لانه الدين هو وظيفته ان ينزع انسانيتك. هو وظيفته اي بصراحه خلينا نكون صريحين، يعني الدين وظيفته ان ينزع انسانيتك، والا شنو يعلمك طقوس ومن الصبح لليل تعيد طقوس وفرائض؟ هاي مو دين الاسلام. اقصد كل الادان، معظم الادان هكذا، انه تحاول تدجينك وترويضك وتحويلك من انسان صاحب غرائز وشهوات وأنانية إلى إنسان ملتزم منضوي تحت لواء العشيرة أو القبيلة أو النحلة أو الطائفة أو المذهب أو الدين. هذه وظيفة أن ينزع إنسان. هذا علينا أن نعترف بهذه المسألة. عندما نعترف بعد ذلك نعالج الأمور. من ذكرت لك فقط نقلم
أظافره ونشلع عن يابه، كما موجود بالبوذيه اللي موجوده بالصين والعالم المسيحي. لذلك اليوم بالعالم المسيحي، يعني تخيل، حتى الكنيسه الكاثوليكيه قالت انه مثلا التصميم الذكي هذا ليست نظريه علميه، نظريه التطور تفسير صحيح للعلوم. لاحظ مع العلميه تنقد لك، تنسف لك الكتاب المقدس بالكامل. نقطه ثانيه، انت تعرف الاناجيل اربعتها انه المسيحيين هم اللي صلبوا السيد المسيح، وبالتالي 2000 2500 سنه دائما هناك هجمات على اليهود باوروبا بسبب يشامون منهم، اذا صار طاعون قالوا هذا الله عقاب بسبب اليهود، اذا صار كوليرا قالوا بسبب اليهود. ما عدا هتلر وغيره، سنه 1945 بابا الفاتيكان اصدر فتوى قال اليهود ليسوا هم الذين قتلوا المسيح، رغم انه الانجيل بكل صراحه يقول هم اللي قتلوه، وبالتالي فتوى اعتبرها عظيمه. لماذا؟ لانه الناس تموت من اجل اجداد اجدادهم اذا صحت الروايات. بالتالي احنا نتحكم بما موجود من النصوص، كما يقول ابن رشد العقل والنقل، اذا تعارض النقل مع العقل ناخذ العقل. لماذا؟ لان الدين النصوص يحتمل التاويل، بينما بس ماذا اي خطاب نجح؟ نجح الخطاب النقل، خطاب العالم العربي نجح، نعم خطاب النقل. اي فالحل كما قلنا هو الفقره الاخيره مالتنا هاي، انه الحل ما هو الحل؟ انا تقدمت حل بانه نندرج ضمن العالم ونعيد النظر في كل، انا ايضا اقول انه علمنه الدين، لانه ما دام هو الدين متسيد وهو الاساس المعرفي الذي تقوم عليه معارفنا ومعارفك بالعموم، يعني بالشكل العام يعني. فانا اعتقد انه هذه المساله الحل الوحيد، انه مو ان نعاد الدين ولا نعادل العلمانيه ولا نعادل الحداثه ولا نعادل الاخر والعالم، انما نقر بالامر الواقع ونقول بان هناك فرق بين الديني والايديولوجي. الدين عندما يتحول الى ايديولوجيا يتحول الى كارثه، والعلمانيه عندما تصبح ايديولوجيا كما حدث عند اتاتورك عند الشاه عند في ايام اللائكيه ايام الفرنسيين وتطرفوا، وهذا لا يجب ان نخرج من طور الايديولوجيا، ادلجه الامور، الادلجه لا باس بها في رايي، ولكن تحت سقف يتفق عليه الجميع، سقف حقوق الانسان والعداله والمساواه، وهذه نطبقها حرفيا، وكل ما يحدث من خلافات تحتها، كما يحدث الان في عالم الغربي. الغربي الان ما عنده مشكله، يعني يقول لك اكو حقوق اساسيه انا عندي، نختلف ما شئت من الاختلاف، لكن اكو حدود، الحد هذا اللي سقفه وهذا اللي يخلصنا. بعد شوف كم سؤال حتى اذا عندك شيء نختمه. يعني محي الدين بن عربي بكل انسانيته وتسامحه كان متدين، فقط نظر الى الدين بوجهة نظر جمالية. شوف ابن عربي يعني رغم هذا الرجل، يعني كان عندما تقرأ كتبه يحببك بالدين، لكن عنده خرافات ما أنزل الله بها مصطفى. أنا ما مضطر أخذ كل ابن عربي بكل علاته، أنا أخذ شيء جميل من ابن عربي. لاحظ قصيدته العظيمة، قد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إن كان ديني إلى دينه داني، قد صار قلبي قابلا كل صورة إلى آخره، وهكذا. فنأخذ الشيء الجميل. صديق هنا يقول لا تسمح لأحد أن يسيطر على عقلك. صديق هنا يقول الدين هو ايديولوجيا شموليه ديكتاتوريه قمعيه. ايش فاهم؟ مبدا استبداد يعني. ايديولوجيا تعني فكره بالمناسبه، اي نعم حادث. هنا صديق اخر يقول الدين في زمان كان هو الوسيله الوحيده لتفسير بدايات الاسئله في العقل البدائي للكائن المدرك. الدين كان نتاج الجهل، كلما زاد العلم تقلص الدين. انا عندي اعتراض على هاي، يعني هو صحيح هو الدين هكذا، لكن برايي انه الدين هو يشكل يعني يمنح للانسان احساس بالانتماء. يعني انت عندما تولد في مكان معين او في جماعه داخل جماعه، لابد ان تتخلق باخلاقهم وتتعلم، والا من اين تاتيك المعرفه والمعارف والثقافه؟ ولدت مع بين الهنود الحمر او الهنود العاديين او بين الاسكيمو، فانت لابد ان تتخلق باخلاقهم، وبدون هذا الاحساس وبدون ان يعني يبقى واجبك ان تندرج ضمن الجماعه وتثبت بانك عضو فاعل ومتفاعل وتمتثل لقيم الجماعه. هذا هو الدين،
بالتالي احنا في هذا الظرف الان نستطيع ان نغير دين عندما نتفق على ان نكون جماعه متحابه متعاونه، لا ان نحول الدين الى اداه للتفرقه وللقتل وللقمع وللاجرام وللتكفير وللتخوين، والتخوين ايضا من جانب العلماني ايضا يخون ويتهمك بانك خنت الوطن ويعني تجسست يعني، فهي حاله واحده. احنا نحتاج غطاء يشمل كل الايديولوجيات وكل الافكار وكل الرؤى. طبعا يوجد حديث جدا جميل، حديث للرسول محمد يقول بخياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام، شراركم في الجاهليه شراركم في الاسلام. بربي هذا الحديث اذا 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 تنظر له بعين العقل راح ترى انه الدين ما له قيمه حقيقيه فعليه بالقانون، بمعنى انه الشرير شرير حتى لو كان متدين، والخير خير حتى لو كان ما عنده دين. شراركم في الجاهليه شراركم في الاسلام، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. على سبيل المثال انت ليش ما تاخذ ايات لكم دينكم ولديني من شاف اليوم لو مشاف فليكفر، ومشلب لي بايات زمنيه نزلت في وقتها ايات قتل او غيرها وكذا وتيجي تطبقها. هنا المصيبه، هنا المشكله، عندما يتحول التراث الى اداه للكراهيه للقتل. بس انا احد الاصدقاء كاتب قايل ابن توحيد ابن عربي يقول اني توحدت مع الله، يا اخي لو يقول انا الله مو مشكله ما دام ما يقتل الانسان ولا يكفر الانسان ولا يدعو للكراهيه، وين المشكله؟ انا ما لي علاقه شيء يقول عن الله وعن هذا الكائن اللي هو علاقته بي فرديه، ان شاء الله يقول انا الله مثل الحلاج هم قال ليس تحت هذا القميص الا الله، بس ما قتل احد الحلاج ولا دعا الى قتل احد ولا كره احد. فهنا هنا المشكله، انا ما لي علاقه بعقيدتك بس يعني اعبد حجر لكن لا تضربني به. هنا صديقي يقول علي الوردي يقول ان تغيير شخصيه شخص فقط بقوله لن تتغير بقوله لا اله الا الله، صحيح نفس الحديث مال الرسول مو صح؟ نعم. هنا صديقي يقول الدين يشبه نظريه العلماء القديمه حول الدماغ انه بنيه ثابته لا تتغير، رايك؟ هو لا هو باقي يعني، هو لابد ان برايي يبقى انه هو اصلا الدين موجود حتى يثبت الحقائق، لانه مشكله احنا نعيش في عالم متغير سريع ولا نستطيع ان نقرر شيئا بدون، انا عندي نظريه اسميها او فرضيه الثابت والتثبيت، اقول لكل انسان لابد ان يثبت شيء حتى يستطيع الحركه يستطيع التفكير يستطيع الانطلاق من نقطه ثابته. الدين هو يولد هذا الثابت، وهذا الثابت الذي ينضوي الجميع تحته ويتوحدون، يسميها القرآن الأروى الوثقة أو يسميها الصراط المستقيم أو يسميها أسماء كثيرة هي كلها يعني ثوابت الدين، هاي كلها الخالد دائما تقول الله هو خالد صمد لا يقبل لا يخطأ، لا هذه كلها ثوابت. فهو الهدف أنه الكل يشعرون بأنهم منتمين إلى مشروع واحد إلى تكوين واحد. لكن الآن في هذا العصر انت لم يعد هناك حاجه لجماعات، لم تعد هناك حاجه لقطعان، ممكن نسوي مجتمعات. المجتمع الان احنا الدوله موجوده كاداره شؤون الجماعات ومن خلال تنميه الافراد، الافراد عندما يتم ارتقاء بهم و يعني منحهم كل الامكانات التي يحتاجونها لكي يتفردون، لاحظ تفردون وليس يتحولون إلى جزء من قطع كما يفعل رجال الدين. هؤلاء نتاج الماضي، أوكي سوي لي دين جديد، علمني الدين وفق المفاهيم الجديدة، طب يعني اخلق علاقة جيدة مع الآخر. وإلا ما هو الدين الآن الموجود الشائع؟ الدين يدعو للحروب، لا يعرف شيء اسمه سلام، يعني ما شفت رجل الدين صعد وقال أنا أدعو للسلام أدعو للحوار مع الآخر، لا مجرد شعارات بسيطة لكن عندما تواجه يعني بروباغاندا فقط. صح. هذا الموضوع الكذب. الكذب يعني الآن على رجل الدين ورجل السياسة أن يخجل من الكذب، وأن لم يخجل يجب أن يخرج الناس عليه وقال أنت كذاب في عينه، أنت كذاب، أنت تقودنا إلى التهلكة وتغشنا وتخدعنا، ووصمة عار عليك عبر التاريخ، في المستقبل سيلعنك أحفادنا. هذا الكلام الصحيح، لا ليس في إساءة، لا نسأل رجل الدين، ليس الهدف انه تكفير ولا الحاد، لا الهدف نناقش امورنا كما هي. انا بدي اقول فشي واختم لان صار ساعتين حتى بعد دقيقتين
خلال 1400 سنة يعلمونا كيف نقتل في سبيل الله. طال الأوان أن يعلمونا كيف نعيش في سبيل الله، كيف نحب في سبيل الله، كيف نبني مستشفيات وجامعات ومعاهد ونصبح بشر أسوياء في سبيل الله ونعيش أحرار في سبيل الله، لا أن نموت ونقتل في سبيل. ما الذي سيستفاد الله إذا قتلنا في سبيله؟ يعني هاي النرجسية اللي وضعوها لله وحب القتل، يعني تتخيل أن الله بالسماء وفرحان أنه أكفد مليون شخص ماتوا في سبيله، إيش راح يستفاد؟ بس راح يخلي بجيبه أخي. يجب أن غير لا الله وكلاء الله يضعون. نعم نعم نعم، هو أنا أتحدث عن الله يعني من عقلية رجال الدين. يجب أن نعيش في سبيل الله ونحب بعضنا في سبيل الله ونفرح في سبيل الله ونعيش حياة حرة كريمة في سبيل الله. وأنا أشكرك جدا صديقي منصور الناصر، والشرف لقاء رائع، وإن شاء الله لنا حلقات أخرى. الختم أكيد نحاول يعني نختار موضوع شوي أصغر لأن هذا كبير يعني يشتت ترى. التنوير، العقد الاجتماعي، الليبرالية، ممكن التنوير عندنا يعني ضروري نتحدث عن التنوير، خاصة لأنه وأيضا عن ظاهرة يعني مدعو التنوير، ممكن نتناقش على التفاصيل يعني. وأنا أشكرك كثيرا يعني بالحديث، الكلام شيق جدا وفيه فيه فيه ما فيه يعني. وأشكر الحضور والمتابعين، وأتمنى أنه يعني يتحفونا بآرائهم، لأن الموضوع ليس هي غلبة ولا قضية يعني مناظرات يفوز فيها من يفوز، لا، الموضوع هو موضوع يهمنا جميعا، ويجب أن نتوحد، ليس يعني كفى شعارات دينية وشعارات علمانية وندخل في صراعات لا نهاية لها. هذا رأيي يعني، وتوافق معي صديقي أحمد، وإحنا مع اختلاف التفاصيل، لكن عموما هو هدفنا أنه الناس تعيش بدون خلاف، ونرفض كل من يدعو للخلاف سواء كان بحجة الدين أو بحجة علمانية أو أي شعار آخر. شكرا جزيلا، وشوفكم خير، ومع السلامة.